مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه بدايه الاسبوع من المواجهه. مواجهتنا الاولى النهارده هنتكلم فيها عن اكبر كشف اثري في منطقه سقاره الاثريه واللي تم الاعلان عنه النهارده الصبح في مؤتمر صحفي بحضور وسائل الاعلام المحليه والعالميه المختلفه وعدد من الشخصيات العامه السفراء الدبلوماسيين كمان من عده دول. هنعرف كل التفاصيل عن هذه الخبيئه الاثريه الضخمه والمهمه وازاي قدرت البعثه الاثريه المصريه انها تحقق الانجاز غير المسبوق ده، وايه كمان المطلوب عشان يكون في فرصه للترويج للسياحه المصريه في كل العالم. وهنناقش طبعا حصاد الحملات الترويجيه للسياحه البيئيه محليا وعالميا والسياحه الدينيا وسبل دعم السياحه كمان في الفتره اللي جايه والتعامل واستعدادات وزاره السياحه والاثار لمكافحه الموجه الثانيه من فيروس كورونا، ازاي بيتعاملوا مع كورونا بشكل عام. هنتكلم كمان عن اخر تطورات الاعمال الخاصه بالمتحف المصري الكبير وامتى ان شاء الله يكون جاهز للافتتاح، وكمان يعني عن المتاحف الكتيرة اللي موجودة عندنا في مصر. ليه مصر بقت مهتمة بافتتاح عدد من المتاحف؟ يعني الأسبوع اللي فات بس كان في افتتاح 3 متاحف من قبل السيد الرئيس في نفس الوقت. طيب هنتكلم طبعا عن عدد من الملفات الخاصة بالسياحة وبالآثار في هذا الحوار الخاص والحصري لبرنامج المواجهة والقناة اكسترا نيوز مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنيني. دي المواجهة الأولى، أما المواجهة الثانية فهتكون نظرة شاملة في عدد من المواضيع المحلية والمواضيع أيضا الإقليمية مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. كعادتنا كل يوم سبت بيكون ضيفنا وبنتكلم معاه في عدد من الملفات المهمة. طيب خلينا الأول نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار النهاردة، وهنبدأ أخبارنا بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الرئيس تفقد عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضمنت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، واللي بتعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة. ده كان النهاردة الرئيس السيسي قال في تويتر له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء وتعزيز مسيرة التنمية والبناء. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير لمزيد من التفاصيل. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الجولة تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والتي تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة. تقع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية جنوب طريق العين السخنة على مساحة 468 فدان، وتشتمل على عدد من ميادين الرماية الدولية مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة، وهي عبارة عن مبنى ميدان رماية الخرطوش اللي احنا لسه واقفين فيه دلوقتي يحتوي على 10 ميادين، مبنى من الميادين الإلكترونية 6 ميادين إلكترونية مجهزة بأحدث التقنيات لجميع مدايات الرماية الإلكترونية، مبنى رماية القوس والسهم، مبنى الرماية اليدوي 10 ميادين رماية يدوي. وتشتمل أيضا المدينة على مجموعة من المنشآت الرياضية الأولمبية، استاد يسع 90,000 متفرج، وصالة ألعاب مغطاة 15,000 متفرج، صالة ألعاب مغطاة 8,000 متفرج، مجمع ملاعب سكواش دولية، مجمع حمامات سباحة دولي. ده مغطى السكواش؟ السكواش مغطى يا فندم. أيوة. مجمع
حمامات سباحة دولية، نادي الفروسية، مجمع ملاعب تنس رئيسي وفرعي، مجموعة ملاعب تنس مكشوفة، وملاعب تدريب كرة قدم، ومنطقة مكشوفة فيها الشعلة الأولمبية، ومسرح روماني، ومسطحات خضراء للترفيه. كما تشتمل المدينة على مجموعة من المباني الخدمية، فندق سعة 350 نزيل، وقاعة استخدامات متعددة للاحتفالات والمراسم، ومع الفندق مجموعة من الشاليهات استخدام اليوم الواحد، مجموعة منطقة تجارية تحتوي على مجموعة من المباني التجارية كمباني محلات وأسواق وبنوك واستخدامات النزلاء في المدينة الرياضية، منطقة إدارية لسكن العاملين والمقيمين والخدمات في المدنية فن. اللي أنا فهمته كده إن أنتم تخطيطكم وترتيبكم على إن أنتم تخلصوا كل شيء آخر السنة دي. المرحلة الأولى يا فندم. المرحلة الأولى دي يا فندم إن شاء الله يوم 30 إن شاء الله ربنا يسهل هنكون منتهيين منها. اللي هي مدينة الرمال. مدينة الرمال مش كده؟ إن شاء الله. تعد المدينة إضافة ضخمة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر والمنطقة، وعلى نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى. ده حمامات السباحة الأولمبي، ده ملعب سكواش، صالة 15,000، صالة 8,000. المجمع ده اللي اخترنا فيه حمام السباحه اللي هم طلبوه ده، انما عدا ذلك مفيش حاجه. اخترنا له تحت الارض في الصخر عشان نعمله. انا بتكلم في الصالتين يا مصطفى. ايوه يا فندم. اللي هي الصالتين كانشاءات يا فندم على شهر 2 بكتير وخلصانين. عشان كده ده الملعب الرئيسي، انما كل ملعب تحت ده. الكاميرا الدائريه دي سيادتك دي اللي هيتثبت عليها السقف المعدني اللي هو ستريس الابعاد. وهيجي عليه تغطيه بالفابريكس جاي من بره بالكامل، هتدي شكل سيادتك رائع بالاضاءه، بالنسبه للاضاءه كمان من تحت بالليل. هتدي شكل مش موجود في العالم. خلاص سنواتك تنتهي هنا امتى؟ اخر الشهر فانت 30/11 ان شاء الله. ان شاء الله. مدينه عالميه تتحط عليها معايير لاندسكيب عالمي. حاضر تمام. الشوارع اللي فيها تتسع حركه البني ادمين دي كلها. حاضر تمام. فضلاً عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار. المدينة الأولمبية دي إحنا بنتحدى بيها أنفسنا. عندك مشكلة قول له أنا سعيد. هو الفكرة في الحاجات اللي جاية استيراد من بره، وإن هو منشأ خاص بجانب الظروف العالم كله تعرض لها في كورونا وكده، مع الاستشاري الطلياني، كل دي كانت تحديات خارج إرادتنا. بنحاول نقلل التأخير اللي حصل ده نتيجة كورونا، نلتزم بالبرنامج الزمني، نعمل أقصى ما في وسعنا، شغالين 24 ساعة. زودنا عدد الشركات وزودنا الاستنباط اللي بنشتغل بيه، ويمكن الاستاد ده الخرسانة بتاعته. يعني قول لي ساعدك ازاي ولا حقيقة احنا بنعمل كل ما علينا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة جميع العاملين بكافة المواقع. عشرين ألف عامل يومين في المدينة. 30/12 إعلانات وإزاز، تم توريد كل الألمونيوم من كل الإزاز يا فندم. نصب آخر سائلة للجزء اللي متبقي ده، والجزء اللي فاضل بتاع البارت اللي ده. شكري. احنا معانا على التليفون الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك في المواجهه.
اهلا بيك. قولي، شايف ازاي الزيارات المتكررة للرئيس السيسي للمشروعات والمواقع الانشائية في العاصمة الادارية الجديدة، وبيدل على ايه يا فندم؟ هو زيارة الرئيس في هذا التوقيت بالذات بتبعت رسالة ان مصر برغم تحديات كوفيد-19 والمواجهة الشديدة للمرض والإجراءات الاحترازية الشديدة، إلا أن عجلة الإنتاج لم ولن تتوقف، مستمرة، والبرامج الزمنية شغالة ومستمرة بمعدلات أكثر من المعدلات الطبيعية في الحالة العادية. يعني برغم أن في إجراءات احترازية، إلا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف بعد ومستمرين. فدي رسالة قوية جدا للمجتمع الدولي وللمجتمع المحلي. طب خلال تفقده مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي وجه بمراعاة الجدول الزمني للتنفيذ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم. قولي، شايف التوجيه ده إزاي؟ وشايف يعني إلى أي مدى إحنا ملتزمين فعلا بهذه الإجراءات وفي نفس الوقت ملتزمين بالتوقيتات؟ بالنسبة للبرامج الزمنية، لو إحنا بصينا على البرامج الزمنية للمناطق اللي تحت التنفيذ المختلفة والكتير قوي في العاصمة الإدارية الجديدة، نلاقي إن معدل التنفيذ ثابت بكتير قوي معدل المستهدف، وبالتالي كل المواقع تبقى في البرامج الزمنية، مفيش موقع شغال مع البرامج الزمنية ثابت برغم الإجراءات الاحترازية الشديدة، لأن في الأول وفي الآخر هدفنا هو المواطن المصري. برغم ان احنا عاملين اجراءات احترازيه شديده، الا ان العمل مستمر ومستمر بكفاءه اعلى من الايام العاديه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني، شكرا لحضرتك. هنروح لمحافظة الإسكندرية، واللي شهدت حالة من الطقس السيء والتقلبات الجوية تسببت في سقوط أمطار غزيرة على أغلب أنحاء المحافظة. صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرت على موقع فيسبوك فيديوهات بتكشف تعرض المحافظة لأمطار غزيرة في سموحة وميناء الإسكندرية. علشان نطمن على استعدادات المحافظة لمواجهة هذه الموجة من الطقس السيء، احنا معانا على تليفون اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. سيادة المحافظ، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على السادة المشاهدين. سيادة المحافظ، يا ريت تطمنا على حالة الطقس عندكم في المحافظة دلوقتي عاملة ازاي، وهل تسببت الموجة في أي أضرار أو خسائر في المحافظة؟ بداية احنا مرينا بفترة صعبة الحقيقة، الأربع أيام اللي فاتوا كان في موجة طقس سيء، وكان الأمطار غزيرة جدا، متوسطة وغزيرة، وكانت كلها في معظم أنحاء اسكندرية، لكن المناطق الغربية في غرب اسكندرية العجمي والهنفويل والبطاش كانت الحقيقة يعني الأكثر تضررا أو أكثر غزارة في مياه الأمطار. الحقيقة المحافظة احنا بنستعد من شهر 3 اللي فات بتطهير الشمايش والمطابق، لكن يعني عملية التطهير دي بيقابلها مشاكل كتير. بعض الناس بترمي القمامة في الشمايش والمطابق فبتتسد فبتعمل لنا مشاكل، لكن الحقيقه احنا مستعدين باسطول كامل من العربيات الشفط وعربيات تصريف المياه والبدلات اللي هي بتاخد المياه من الاماكن اللي بتتجمع فيها المياه وبترميها في المصبات او ترميها في البحر. احنا الاستعداد بتاعتنا بنكون جاهزين. مش هننسى دور القوات المسلحه معانا، الحقيقه بيبقى دور رائع جدا. القوات البحريه بتساعدنا تماما بالاسطول الخاص بيها ومجموعات العمل الخاصه بيها. الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه عندها مجموعه بدلات كبيره جدا وقويه، دي اللي بتسعفنا الحقيقه في ظل الامطار الكثيفه والغزيره اللي من 2015 لغايه دلوقتي كل سنه الامطار بتزيد عن السنه اللي قبلها، ومواعيد النواه بتختلف عن المواعيد المتعارف عليها. يعني نوه المكنسه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي كان المفروض ليها ميعاد بعد كده شويه، والمفروض بتبدا يوم 16، لكن هي الحقيقه بدات عندنا من يوم 6 او 7. احنا مستعدين استعداد كامل. شكل الاستعداد ايه؟ يعني قول لنا فعلا حضراتكم مستعدين ازاي سياده المحافظ لمواجهه الامطار، يعني في وسط طبعا التوقعات باستمرار هذا الطقس. اتمنى الحقيقه كاميرات المواجهه وبرنامجك تيجي اسكندريه وتشوف الاستعداد على ارض الواقع. احنا أكيد. الحقيقه
لو مريتي دلوقتي هتشوفي عربيات الصرف الصحي موجوده في النقاط الساخنه اللي بتتجمع فيها المياه. احنا عندنا حوالي 59 نقطه ساخنه بتتجمع فيها المياه على مستوى المحافظه كل عام، احنا عارفينها وبنخلي فيها العربيات موجوده والشنايش بتشتغل وعربيات الصرف بتشتغل والبدالات بتشتغل. بيقابلنا مشكله مهمه جدا ان عربيات الصرف دي بتاخد المياه الزايده عن الطاقه الاستيعابيه للمحافظه. الطاقه الاستيعابيه عندنا يمكن قلت قبل كده مرارا انها 1,800,000 متر مكعب. فيها 900,000 متر مكعب من التصرفات البشريه بتبقى موجوده بالفعل. فانا كمحافظه ببقى مستعد استقبل 900,000 متر او مليون. لما ينزل عندي 5 6 مليون و7 اضعاف الطاقه الاستيعابيه بتبقى موجوده في الشوارع وخاصه الشوارع الجانبيه. دي بقدر اصرفها من خلال البدالات ومن خلال عربيات الصرف اللي بتاخد الميه تشفطها وتروح توديها في المصبات اللي بتصرفها فيها. المشكله اللي بتقابلنا ايه؟ ان الزحام وتكدس المرور بيخليه العربيات بتروح مش عايزه ترجع. عشان كده يمكن النهارده عطلت المدارس النهارده السبت، والاسبوع اللي فات كنت عطلت المدارس السبت والحد عشان اسمح لعربيات الصرف انها تقدر تصرف المياه اللي فيها اللي بتشفطها وترجع لي تاني عشان تكمل باقي المياه. لكن صدقا الحركه المروريه والسهوله المروريه كانت كويسه جدا سواء الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي احنا فيه. النهارده كان عندنا امطار متوسطه وخفيفه، بكره برضو عندنا امطار ولكن الارصاد الجويه قالت انها خفيفه مش هتكون غزيره زي اللي حصل النهارده وزي الاسبوع اللي فات. هايل. الاستعدادات بتبقى جاهزه في كل الجهات التنفيذيه تبع المحافظه، اسعاف، حمايه مدنيه تبع لوزاره الداخليه، وزاره الدفاع، المنطقه الشماليه، كله بيبقى جاهز معانا الحقيقه. طب هل في اي اتجاه لغلق المواني بسبب حاله الطقس السيء يا سياده المحافظ؟ ده بيتوقف على ما ناخده من اخطارات من الارصاد الجويه. يعني انا تنسيق كل ساعتين الارصاد الجويه بتبعت لي الخرائط وتقول لي بعد ساعتين هيبقى في مطر، بعد ثلاثه هيبقى في مطر وهكذا. المواني بتبقى بتتعلق بالامواج العاليه وحاله الجو والضباب اللي بيبقى موجود، وده اللي بيتوقف عليه الحركه في الميناء. لكن لغايه دلوقتي حركه المواني شغاله كويس، ما فيهاش اي مشاكل. هايل، انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا سياده المحافظ اللي هو محمد شريف محافظ الاسكندريه، وان شاء الله يبقى لنا لقاء قريب باذن الله يا فندم. شكرا ليك. هنروح لملف اخر بيحظى باهتمام رئاسي كبير على مدار السنوات الماضيه، وهو ملف مكافحه الفساد. على مدار الفتره اللي فاتت قدرت الدوله من خلال اجهزتها الرقابيه في كشف العديد من قضايا الفساد، ولم تفرق الدوله في مواجهتها للفساد بين المسؤولين سواء كان مسؤول كبير او صغير. الكل كان امام القانون سواء، من يخطئ يحاسب. شفنا مسؤولين كبار وقعوا في قبضة الرقابة الإدارية وغيرهم سقطوا في قبضة مباحث الأموال العامة، طبعا غير القضايا اللي بتحقق فيها هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة بتختص بمواجهة الفساد الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة. عن المكاسب الاقتصادية لمواجهة الدولة للفساد احنا معانا على تليفون الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. قولي مبدئيا شايف ازاي تصدي الدولة للفساد خلال السنوات الأخيرة وإيه دلائل ومؤشرات ده؟ هي أولا قضية مكافحة الفساد دي قضية رئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية. مصر تصدت للفساد بشكل موسع وكان لدينا إرادة حقيقية لمواجهة الفساد اعتبار من عام 2014. يمكن الدستور المصري كان يعتبر حجر الأساس في يعني في قدره او في امكانيه الدوله وارادتها للتصدي للفساد. كان المواد الخاصه بالمواد الرقابيه في الدستور المصري اللي هي اعتبار من الماده 215 لغايه الماده 221 اعطت للاجهزه الرقابيه يعني اعتبرتها هيئات مستقله وحطت القواعد اللي يتم من خلالها المراقبه والتحقق من اي قضيه فساد. في عام 2014 تم الاعلان عن استراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، وبعد كده كان هناك استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه 2020-2030 اللي كان من ضمن اهدافها هو انجاح منظومه الاصلاح الاقتصادي والاداري
وده لا يتحقق الا عن طريق مكافحه الفساد. فالدوله المصريه عملت جهد كبير جدا، يمكن القطاعات والهيئات الرقابيه على راسها هيئه الرقابه الاداريه قامت بجهد كبير جدا خلال السنوات الماضيه من خلال اكتشاف كثير من القضايا الفساد. يمكن كنا اول مره نسمع عن وزراء داخل الوزاره في الخدمه يتم القبض عليهم، يتم توجيه التهم اليهم، ايضا موظفي من كبار رجال الدوله المصريه. وده معناه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الاول، الكل امام القانون سواء، وهناك اراده حقيقيه لمكافحه الفساد. ومؤشر الفساد او مؤشر مكافحه الفساد مصر انطلقت فيه وتغيرت ترتيبها ومركزها من المركز 118 الى المركز 94 ثم الى المركز 94 في غضون 3 سنوات فقط، وده بيأكد قدرة الدولة المصرية على مكافحة الفساد. طب ايه المكاسب الاقتصادية اللي بتعود على مصر من خلال مواجهة الفساد بهذا الشكل المكثف خلال الفترة اللي فاتت يا دكتور؟ خلينا نقول في الاول انه الفساد ومكافحة الفساد والاستثمار وجهان لعملة واحدة. كلما زادت قدرة الدولة على مكافحة الفساد كلما زادت إمكانية جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة داخل الدولة، سواء كانت من مستثمرين أجانب وده معناها زيادة حجم العملات الأجنبية، أو حتى من خلال مستثمر محلي، لأن جدية الدولة في مكافحة ومحاربة الفساد وتأكيد الشفافية وتطبيق القانون ده معناها بيعطي ثقة للمستثمر سواء كان أجنبي أو محلي، وبيوفر المال والجهد والوقت للمستثمر وبيجذب مزيد من الاستثمارات. وعشان يبقى كلامنا واضح يعني او يعني الارقام كما يقال لها لغه لا تكذب، ان زادت عدد الشركات التي قامت في مصر وتم تاسيسها خلال الفتره من 2014 لغايه 2017، وكان عددها متجاوز 37,000 شركه، تحديدا 37,691 شركه، في حين ان نفس الفتره اللي هي من 2010 لغايه 2013 كان عدد الشركات اللي تم تاسيسها في مصر 8,945 شركه. ده معناه ايه؟ معناه زياده حجم الاستثمارات، لان المستثمر استطاعت الدوله المصريه تضع مصر على خريطه الاستثمار العالمي، وكان باين قوي قدره الدوله على تقليل الاجراءات الروتينيه ومواجهه الفساد والانفتاح وما يطلق عليه الشفافيه، حتى في توزيع الاراضي، حتى أكيد. في وضع القواعد الخاصه بالتراخيص، كانت هناك تسهيل وتيسير للاجراءات ادى الى زياده حجم الاستثمار. ممتاز. سواء كانت الاجنبي او المحلي. شكرا لحضرتك دكتور عبد المنعم السيد، شكرا ليك. هنروح لمشروع لائحه الموارد البشريه الموحده لشركات قطاع الاعمال العام، واللي اثار ردود فعل غاضبه من العمال لدرجه اعلان بعضهم للرفض القاطع لهذا المشروع. هيا نشوف تفاصيل اكثر في التقرير ده. تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ومشروع لائحته التنفيذية عنوان لأزمة مشتعلة بين الوزارة والنقابات العمالية. رغم مرور ما يقرب من الشهرين على عرض مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة مجلس النواب على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لعام 1991، عدد من النقابات العمالية رفض مشروع اللائحة الجديدة، واعتبروا أن بنود اللائحة تمثل انتقاصا من حقوق ودور النقابات والجمعيات العمومية إلى جانب حقوق العاملين بالشركات. ويتعلق الرفض بأسباب عدة، حيث ترى قيادات عمالية أن بنود اللائحة ستخفض دخل العامل بنحو 50% لعدد من الأسباب، والتي من أهمها ربط الحافز بتقارير الكفاية، بالإضافة إلى إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين إلى جانب إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي، علاوة على إلغاء الإضافي حيث جعل ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بدلا من 42. تقول القيادات العمالية أيضا إن اللائحة تمهد لشغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات. كما منحت الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة لأسباب منها تقليص بعض أنشطة الشركة، كما ألغت وسائل انتقال العاملين ومنح بدل انتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر وظيفي. ويترقب آلاف العمال التابعين لشركات قطاع الأعمال العام ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وما سيتم الاتفاق عليه.
نروح لإمارة الدم والإرهاب قطر، واللي وصلت نشر الإرهاب وانتهاك حقوق الأبرياء بدعم تركي من نظام إردوغان المسؤول عن نقل الإرهابيين إلى سوريا وغيرها. جريدة الجارديان البريطانية كشفت عن مواصلة قطر لتهديداتها لشهود العيان في قضية تمويل بنك الدوحة للجماعات الإرهابية في سوريا، وفتحت لندن تحقيقات فيما تقوم به الدوحة ونظامها من تهديدات الشهود في تلك القضية. معانا للتعقيب الأستاذ محمد حسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد مساء الخير، وقل لي إيه اللي توقفت أمامه في هذا التقرير، وإلى أي مدى بيفضح دعم نظام تميم للإرهاب؟ مساء الخير يا فندم. الحقيقة إن التقرير الأخير يعني حط بعض النقاط مهمة جدا حول قضية تمويل قطر للجماعات الإرهابية، والحقيقة إن تمويل قطر للجماعات الإرهابية بدأ مبكرا منذ بداية الحرب السورية، وبدأ ليشمل السواد الأعظم من التنظيمات، من هذه التنظيمات والتنظيمات المنضوية بالتحديد تحت لواء تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش. إلا أن التطورات الأخيرة كشفت أن قطر لم تمارس هذه الأدوار التمويلية المشبوهة فقط في الميادين السورية والعراقية، بل امتدت إلى قلب أوروبا. خلينا يا فندم نرجع بالذاكرة لشهر أغسطس الماضي ونشوف يعني الصحافة الألمانية فجرت صبيحة أخرى مرتبطة بمسار تمويل قطر للجماعات الإرهابية، وهي كشفت الدور الهدام لسفير قطر السابق لدى بروكسل وحلف باتو عبد الرحمن الخليفي في تمويل شحنات أسلحة لتنظيم حزب الله الإرهابي في من شرق أوروبا. وطبعا اعتمدت في هذه الوثائق على تسريبات العميل جيسون جي، وهو أحد عملاء الأجهزة الاستخباراتية الغربية. كشف بالوثائق هذا الدور التدميري الذي تمارسه قطر لتمويل الإرهاب. وهنا المفارقة يا فندم كانت أن تمويل قطر للإرهاب يتم عن طريق شخصيات بارزة داخل الأسرة الحاكمة نفسها وليس عن طريق وسطاء. ولما بنتكلم عن شخصية زي عبد الرحمن الخليفي فإحنا بنتكلم عن من شخصية من أهم رموز النظام القطري. أما في القضية الأخيرة فإن يعني الادعاء البريطاني أو الساحة البريطانية شهدت منذ العام الماضي قضية رفعها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة القطري، وهو بنك قطري ولكن له فروع عديدة منها مكاتب تسجيلية في لندن. البنك تورط بشكل مباشر في دعم تنظيم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة. لكن التصور اللافت هنا أن الدوحة استعانت بالمرتزقة وملثمين وأشخاص مسلحين لتهديد الشهود، وده اللي ذكرته الجارديان فعلا، ان هم قطر هددت الشهود والمدعين في القضية. يا دكتور محمد بالفعل يا فندم، والتهديد ده تم من يعني مطلع الشهر الجاري، وتم بأساليب أشبه بأساليب المافيا أو تكتلات الجريمة المنظمة. بمعنى عندنا 8 شهود ورافعين قضية منذ عام مضى، اقتحم يعني تم اقتحام المنازل لهؤلاء وهددوا منهم من هدد ومنهم من يعني عرض عليه بعض الرشاوي لتغيير مسار العمل. لكن هنا بعض من الشهود أبلغوا يعني المحامي المنوط بهذه القضية وهو بن بيرسون، وهذا المحامي أبلغ بالدلائل المثبتة أجهزة الشرطة ووصل الأمر إلى قيادة مكافحة الإرهاب. يعني تفتكر أنه من الممكن برضو أنه في نفس القضية رغم تهديداتهم ومحاولة ترهيبهم للشهود من الممكن أن نرى حكما من محكمة بريطانية ضد قطر فيما يخص هذه الاتهامات؟ بالطبع من المرجح، لأن يعني نظام العدالة البريطاني يسوق على أنه الأفضل في العالم. وهنا باتت سمعة القضاء البريطاني على المحك، لأن التهديدات مورست بأدلة مثبتة. نحن لا نتحدث عن مزاعم بل نتحدث عن أدلة وصلت إلى تفعيل قطر لنظام استخبارات خارجي، وضع بعض أجهزة التجسس على شاحنات بعض المدعين نفسهم، وحققت الشرطة في هذا الأمر ووصل الأمر إلى شرطة مكافحة الإرهاب. هنا المفارقة كمان الأخرى أن المتورطون في قضية التمويل على صلة مباشرة بالأسرة الحاكمة في الدوحة. يعني هنا احنا بننتقل من دور الوسطاء إلى دور أشخاص بارزين داخل الأسرة الحاكمة بيمارسوا
صحيح عمليات التمويل المباشر. ده حقيقي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لحضرتك. وبما إن احنا اتكلمنا عن قطر وجماعة الإخوان الإرهابية، خلونا بقى نروح لتركيا اللي بتعد ثالوث الشر في المنطقة إلى جانب قطر والجماعة الإرهابية. حالة من الرعب بتسيطر على النظام التركي تحت رئاسة إردوغان عقب وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كلنا عارفين إن بايدن مهتم جدا بملف الأكراد، وبيشكل الملف الكردي واحد من أكثر الأمور التي تثير خشية إردوغان تجاه سياسات بايدن وإدارته المتوقعة بشأن منطقة الشرق الأوسط. عن هذه المخاوف التركية احنا معانا على التليفون من قبرص الكاتب والمحلل السياسي دكتور طه علي. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا دكتور طه. قل لي، شايف إزاي المخاوف التركية من وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بداية الأتراك في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت تتخوف وكانت تترقب بحذر نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، والتزمت الصمت خشية أن تتخذ موقف يحسب عليها في حال ما لم ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما حدث بالفعل. تصريحات متخبطة ما بين الابتهاج عبر وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان ولقطر وتركيا من خلف الجميع في فوز بايدن، إلى تصريحات يشوبها الادعاء الموضوعية من جانب نائب الرئيس التركي بأننا لا يعنينا من سيصل إلى السلطة سواء كان بايدن أو أردوغان، لكن في المحصلة النهائية نجد أن نتيجة هذه الانتخابات أصابت الجانب التركي بصدمة لم تكن يعني تحسب لها أي حساب. فنجد مثلا على سبيل المثال العلاقات الودية التي كانت ما بين التي كانت يعني واضحة بين الرئيسين التركي أردوغان ودونالد ترامب كانت تتصف بنوع من الودية، أدت إلى تعطيل عدد من العقوبات التي كان يفترض أن تتخذ على ضد تركيا حينما اتجهت نحو شراء منظومة الأسلحة S-400، منظومة الدفاع الصاروخي S-400، على خلاف إرادة الإدارة الأمريكية في عهد الحكم الديمقراطيين منذ أيام الرئيس أوباما. أيضا العلاقة الشخصية التي ربطت صهر الرئيس طيب أردوغان، يعني صهر أردوغان ميراكل بيرك وزير المالية، وصهر دونالد ترامب جاريدو كوشنير، والتي إحدى دلالات هذا أو تداعيات نتيجة الانتخابات أن أقيل وأن أقال أردوغان صهره وأقال يعني بإدعاء مزاعم صحية وخلافات داخل السياسات الاقتصادية، لكن في الحقيقة الأمر يرتبط بنتائج ما بمرحلة ما بعد ترامب، حيث أن وجود صهر أردوغان في السلطة سوف يسبب خلافات أو مشاكل مع الإدارة الديمقراطية في المرحلة المقبلة، فكان من الطبيعي أن يقال هذا الشخص. العلاقات الأمريكية التركية في مرحلة ما بعد دونالد ترامب معقدة، يعني وفيها عدد من الملفات مثل ملفات S-400، ملف الأكراد الذي سوف تتجه حكومة الرئيس جو بايدن أو الديمقراطية لدعم الأكراد وحزب العمال على خلاف الرغبة أردوغان. أيضا عندي ملف تسليم فتح الله جولن الذي يتعنت فيها أردوغان ويتهمه بأنه كان خلف يعني المحاولة الانقلاب المزعومة من جانب أردوغان. أيضا ملف شرق المتوسط، وأخطر الملفات أيضا هو ملف الحريات في تركيا، والذي يهتم به الديمقراطيون كثيرا، حيث يعني يثبت على تركيا في عهد رجب طيب أردوغان انحدارها على سلم التقارير طيب. الدولية. ممتاز. أنا عايز انتقل لفشل نظام أردوغان دكتور طه في إدارة أزمة كورونا، وهستأذنك أن احنا نتابع الفيديو ده اللي بيتهم فيه إنجين أوسكوتش نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الحكومة التركية بفشلها في إدارة أزمة كورونا، ونرجع نعقب عليه. Salgınla ilgili yapılan çalışmaların da hiçbir tanesini doğru
yönetemediniz. Bugüne kadar. Türkiye'de Covid'le mücadelenin artık ipucu kaçmıştır. 65 yaş üstü insanların belli saatlerde sokağa çıkması yasak. Ne oldu? Bitti mi Covid? Yani o saatlerin dışında insanlar sokağa çıkarlarsa Covid'e yakalanmıyorlar mı? Bir tek Covid'e bulaşıcıyı 65 yaşın üstündeki insanlar mı taşıyorlar? Dün sağlık çalışanları tükendik ışık yak diye protestoda bulundular. İlk önce balkonlara çıkıyorsunuz. Sağlık çalışanlarını alkışlayalım diyorsunuz. Ama sağlık çalışanlarının hakkını, hukukunu onlara teslim etmiyorsun. Neden? Neden? Covid'e yakalandığı zaman sağlık çalışanları meslek hastalığı olmuyor. Neden bunu kabul etmiyorsunuz? Türkiye'de şu andan itibaren hiçbir şey doğru yönetilmiyor. Ekonomi çok zor durumda, sağlık çok zor durumda, eğitim çok zor durumda ama Türkiye çaresiz değil. Asla. دكتور طه، تعليقك ايه على اتهام المعارضه التركيه لحكومه اردوغان بالفشل في اداره ازمه كورونا؟ وبرضه عايز اعرف انت شايف ازاي سياسات اردوغان تاثيرها كان ايه على الوضع الاقتصادي داخل تركيا، والى اي مدى ساهمت سياساته في انهيار الليره التركيه وتدهور وضع الاقتصاد؟ فيما يخص اداره ازمه كورونا في الفتره الاخيره، اردوغان نفسه اعترف امام الجميع ان حكومته فشلت، وكان السبب الاساسي في هذا الفشل هو محاولات التدخل الشخصي من رجب طيب اردوغان بعيدا عن العوده الى المسؤولين والمجالس الاستشاريه المتخصصه. فاردوغان كان بيتدخل بشكل شخصي مما اثر عن اداء ضعيف جدا ومترهل من جانب حكومته. كان لاحظناه بالمناسبه في الاعداد التي كانت مخيفه في الاوساط التركيه، مما أصاب المواطن التركي بحالة من الهلع والفزع، ما أثر على شعبية رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة. أما فيما يخص الجانب الاقتصادي، فتجاوز الليرة التركية حد الثمان، يعني الدولار يعني يتجاوز حد الثمان ليرات، وفيما يمثل أدنى مستويات سعر العملة التركية منذ عام 2002. ده كان عنده كان بيعكس مشكلة تمثلت في التدخل الشخصي لرجب طيب أردوغان في سياسات البنك المركزي، والتي رفض طوال الفترة الفترات الأخيرة توصيات البنك المركزي بالتعامل مع سعر الفائدة. تمام. زيادة أو نقصان. تمام. كانت في المحصلة النهائية إنه المواطن التركي تأثر اقتصاديا، وكل المؤشرات والتقارير الاقتصادية بتقول إن رجب صحيح. طيب أردوغان يفقد وشعبية كبيرة على خلفية هذا الفشل الاقتصادي. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طه علي، شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا الأولى وحوار مسجل عن أسرار أكبر كشف أثري في منطقة سقارة مع ضيفي دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. نتابع مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، استنونا. خير واهلا بحضراتكم. احنا موجودين دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم شايفين امام هرم سقاره في المنطقه الاثريه في سقاره، والنهارده زي ما انتم اكيد عارفين وتابعتوا النهارده طوال اليوم في كشف اثري مهم جدا، يمكن من اهم الاكتشافات الاثريه اللي تمت في الفتره الاخيره هنا في المنطقه الاثريه. احنا موجودين مع وزير السياحه والاثار الدكتور خالد العناني اللي اعلن النهارده عن هذا الكشف الاثري الهام. مبروك يا سياده الوزير. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك. الله يبارك. طب خلينا ندي برضو السادة المشاهدين فكرة، هم صحيح تابعوا طبعا المؤتمر الصحفي، لكن نديهم فكرة عن الكشف ده وأهميته، خصوصا أنه التوابيت اللي تم الكشف عن أو الإعلان عن اكتشافها النهاردة ما هياش أول مرة، ده استكمال لمجموعة أخرى كان تم اكتشافها مؤخرا. هي أول مرة التوابيت دي، لكن مش أول مرة في نفس المكان، ومش أول مرة توابيت في خلال الفترة الوجيزة. حضرتك فاكرة إحنا أعلنا يوم 3 أكتوبر في مؤتمر صحفي آخر 59 تابوت، وقلنا إن المكان ده لسه ما خلصناه الشغل. الاسبوع اللي بعده على طول شرفنا دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بنزل البير بنفسه وشاف الحاجه بنفسه، طبعا ابدى اندهاش وانبهاره، وقال لازم يتعمل مؤتمر صحفي لائق. فزي ما حضرتك شفتي النهارده العالم كله موجود، حضرتك الاعلام عدد ضخم جدا جدا من كل دول العالم،
جايين، ودي حاجة إحنا إتاحة بنعملها، بنحاول نعمل مؤتمرات صحفية لائقة للاكتشافات الأثرية الكبيرة. فحرصنا النهاردة إن إحنا نخاطب العالم، وسعيد إن الإعلام المصري كمان كله موجود، ودي حاجة يعني أنا الاهتمام بيزداد، ودي يمكن أنا بحسها دلوقتي بين الناس المواطنين البسطاء في الشارع لما بقابل حد كشف سقارة مبروك 59 تابوت، إيه ده طب لقيته إمتى؟ دول بجد كانوا كهنة، ويعني العصر المتأخر إيه حكاية سقارة دي؟ وده اللي إحنا عاوزين نوصل له، في شق وعي مهم جدا الناس تعرف تاريخ بلدها، وفي شق ترويجي وفي شق أثري. نحن بنعرفنا حاجات كتير عن التوبيت، يعني دي من أكبر الجبنات الأدمية في شمال مصر اللي تم اكتشافها النهاردة، 59 تابوت المرة اللي فاتت، والنهاردة فوق المية، فوق المية، فوق المية، ده غير تماثيل كتير والشغل لسه مخلصش. طب فعلا الناس بتسأل ايه حكاية سقارة، واحنا قاعدين كده قدام هرم سقارة، وانا عارفة انه كمان في ترميمات مهمة حصلت للهرم ده يا فندم. الهرم ده طبعا للأسف لم تلقى الترويج الكافي، عشان كان 5 مارس اللي فات في عز أزمة الكورونا شرفنا دولة رئيس مجلس الوزراء وافتتح هذا المشروع بعد 14 سنة ترميم. ايه هرم زوسر؟ هرم زوسر هو اول بناء حجري متكامل في العالم، هو اكتر من 4600 سنة، هو موقع مسجل على قائمة التراث العالمي اليونسكو، في أعمال بتتم من 2006 تعثرت بشدة، شبه توقفت بعد 2011، افتتحنا 2020، ودي كانت رسالة مهمة جدا، مبلغ مالي ضخم جدا ولكن أثرنا لا تقدر بتمن. سقارة هي مش الهرم زوسر، زوسر دي مجموعة جنائزية في أثار قبلي وأثار أكتر من 2000-3000 سنة بعديه، فيها أكتر من 10 أهرامات ملكية طبعا، فيها مصاطب، فيها مقابر من الأسرة الأولى، العصر اليوناني، العصر الروماني، وأديرة من العصر المسيحي، فيها مقابر ملكية وأدمية، وسرابيوم أكبر مكان لدفن العجل المقدس، العجل أبيس. سقارة هي جبانة طولها عدة كيلومترات، هي مش بس الناس فاكرة دي سقارة، انت بتكشف كل ده في سقارة. ليه ما هياش يعني خلينا نقول انه دايما الناس لما بتبقى بنقابل ناس من بره يكلمونا على البيراميدز اوف جيزة، طبعا اهرامات الجيزة مهمة جدا، ولكن حياتك بتقول انه سقارة مش بس الهرم ده، ليه مش واخدة نفس الصيت يا استاذ الوزير؟ عشان الهرم هو العجيبة الوحيدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي موجودة لغاية دلوقتي، وعشان الاتنين اعجاز، ولكن اعجاز اعلى شوية من اعجاز، اكبر حجما واكثر شهرة. سقارة هي جبانة فريدة في العالم، كل يوم بنكتشف حاجة في سقارة، هي منطقة لم تبح عن أسرارها بعد. هيك على بعد 100 متر ورانا في هرم أناس، ده أول هرم في مصر فيه نقوش، يعني متون الأهرامات كلها موجودة جوه. على بعد كيلومترات بسيطة هيك شايف الهرمين بتوع دهشور، ورانا هنا أبو صير، هنا هرم هرم أسركاف، هرم تيتي، أكتر من 10 أهرامات زي ما بقول لحضرتك. بناء حجري كامل متكامل من عمره أكتر من 4600 سنة، هرم بارتفاع 60 متر، بناء مصمت تحتيه كيلومترات من الدهاليز والممرات، المقبرة الجنوبية اللي موجودة ورايا اللي هنرممها ونفتتحها قريب إن شاء الله. فلا طبعا سقارة مشهورة لكل المتخصصين في الآثار طبعا في العالم كله، ولكن المواطن العادي اللي هو غير مهتم بالآثار طبعا هو الهرم أكيد. طيب سيادة الوزير، أنا هروح مع حضرتك دلوقتي، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنروح نكمل ونتكلم عن التوابيت بقى نفسها، يعني هنصور عندها إن شاء الله وتشرح لنا أكتر علشان السادة المشاهدين يبقوا شايفين معانا هذا الكشف، وأكيد اللي بيشوف غير اللي بيسمع يعني. فهنروح مع حضرتك هناك، وهنتكلم أكيد بعد الفاصل كمان عن المتحف الكبير إمتى، لأن الحقيقة كلنا متشوقين، مش بس اللي جايين من برا، إحنا كمصريين مستنين الهدية الكبيرة اللي الدورة بتقدمها إن شاء الله بإذن الله. وحنتكلم كمان على الافتتاحات الوشيكة والافتتاحات القليلة اللي محتاجة أن احنا نتوقف عندها شوية، اللي حصل يوم السبت اللي قبل اللي فات. المتاحف طبعا، 3 متاحف في دقيقة واحدة في 3 محافظات في مصر، يهيأ لي مفيش دول كتير في العالم عملتها أو تقدر تعملها بأثرها. صحيح. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضرتك سيادة الوزير دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
اهلا بحضراتكم من جديد. احنا مستمرين في حوارنا مع سياده وزير السياحه والاثار الدكتور خالد العناني، وكنا من شويه عند هرم سقاره ودلوقتي انتقلنا لهذا المكان. يعني خلينا نسال برضو سياده الوزير لانه الناس شايفيننا دلوقتي نقلنا المكان، فخلينا نقول لهم ليه احنا نقلنا لهذا المكان. طبعا الفيو حلو والمنظر ورانا رائع، لكن يعني احنا ما نقلناش بس علشان كده، خلينا نقول لهم ايه اللي خلانا يعني نيجي هنا ونبقى حريصين ان هم يكونوا معانا في هذا المكان. حقيقة هنا عند حافة الهضبة اللي اختارها المصري القديم عشان يكون فيها مكان للدفن، وأقدم مقابر اتعملت في سقارة هي موجودة على بعد عشرات الأمتار من هنا، لأن ده كان ورانا العاصمة اللي هي منف وبداية الصحراء، المكان العالي اللي المية الفيضان ما يوصلوش عشان يقدر يحافظ على الجسد بتاعه، كانت منطقة سقارة اللي احنا فيها. وبطول المسافة دي بقى 29 كيلو طول لغاية من أبو رواش لغاية دهشور، كل دي اسمها جبانة منف. دي اللي كانوا الملوك بيدفنوا يعني فيها. المنطقة دي كلها كانت الجبانة اللي احنا فيها، الجبل هو الجبانة اللي احنا فيه، الجبل اللي احنا عليه دلوقتي تحت عند النيل هي العاصمة اللي هي كانت تأسست أول عاصمة في مصر من 3000 سنة قبل الميلاد تقريبا، اللي أصبح اسمها بعد كده منف. فإحنا دلوقتي في أحد أجزاء جبانة منف. في ناس، في ملوك اتدفنت في سقارة، في ملوك اتدفنت في دهشور، في أبو صير، في الجيزة، في أبو رواش، كل دي عبارة عن جبانة واحدة اسمها جبانة منف، غير الملوك فيها الأفراد كمان الناس العادية. وده السر بقى إنه بنلاقي هذا العدد الكبير جدا من التوابيت هنا يا فندم؟ هذا العدد غير متوقع وغير معتاد عليه. إن إحنا نلاقي جبانات أدمية بتوابيت مغلقة محنطة مذهبة بهذا العدد في الوجه البحري، هي حاجة مش معتادة خالص، ولا بالنسبة لنا، ولم نكن نتوقع أن نصل إلى ذلك العدد على الإطلاق. ولما أنا قلت يوم 3 أكتوبر يوم لما أعلنت 59 قريب حنعلن، كنت أتوقع أن نعلن 20 كمان، ولكن إحنا كل ما نفتح نلاقي وراها فتحة، نفتح نلاقي فتحة، نفتح نلاقي فتحة. واضح إن إحنا دخلنا على حاجة كبيرة جدا، وكلها توابيت من آخر الأسرات المصرية القديمة وبداية العصر اليوناني في مصر. سيادة الوزير، يعني خلينا برضو نقول للناس، حدا بتقول إنه ما كانش متوقع إنه المكان يكون فيه هذا الكم من المومياوات، يبقى خلينا برضو نقول للسادة المشاهدين أهمية العثور على المومياوات في هذا المكان. في نوعين من الحفر، في ناس بتدور بدون أي أسس علمية، دول غالبا بيحفروا بيموتوا. ده الحفر الخلسة اللي احنا منعينه في القانون واللي جرمناه وشددنا العقوبة، ودي اللي بتسمع عنها في الجرائد كل فترة، ان في ناس ماتت أثناء الحفر، انهال عليها الحفرة، وناس اتقبض عليها ولازم يتقبض عليها لأنها بتسرق حاجة تراث البشرية كلها. طبعًا. احنا لما بنحفر بنحفرش في اي مكان، ما بنحفرش تحت بيوت زي ما بنسمع في اماكن، بنحفر في حتت معينة بيكون في شواهد اثرية، امتداد لجبانات، معبد لنا جزء فاضل جزء، متوقعين ان هنا في شواهد، في نص بيقول حاجة، في ملك، فبالتالي متوقعين كبار الموظفين جنبه، لقينا علامات مرتبطة بمقبرة ملكية غالبا لسه في مقبرة ملكية، فكل دي شواهد وتبقاش اي كلام اعتباطا، والدليل احنا بنحفر وبعديها بشهر وشهر بنعلن احنا لقيناه. فبالتالي لا طبعا في اسس علمية بتتم. الجميل في الكشف المصريين، وده اللي انا عاجبني جدا، ان المصريين بقوا يكتشفوا كتير. وكل الاكتشافات اللي بنعملها دي اكتشافات مصريين، يعني كل اللي كانوا شغالين على الكشف ده البعثه كانت كلها من المصريين. سياده الوزير، اللي فتحوا، اللي خلصوا الثلاث متاحف اللي سياده الرئيس افتتحهم في يوم واحد، شرم الشيخ وكفر الشيخ ومركبات الملكيه، مصريين هم اللي اختاروا السيناريو، هم اللي رمموا الاثار، هم اللي نقلوا الاثار، هم اللي عملوا الفاترين، هم اللي عملوا الماونتس اللي جوه الفاترين. ما فيش حاجه مستورده في الثلاث متاحف، كله مصري 100%، والتمويل طبعا مصري. اللي عمل الاكتشافات الاخيره على مدار السنوات القليله الماضيه هم بنسبه 99% مصريين. كانوا منتظرين بس. دي حاجه مشرفه جدا على فكره. كانوا بتقولي كانوا منتظرين اللحظة إن يسمح لهم إنهم يشتغلوا الفرصة. طبعا أنا ما انساش تاني اللي قاله دكتور مصطفى النهاردة لما قال 2016، قال لي تعرف تجيب لي 50,000 جنيه ولاقي لك مقبرة عارفين مكانها بس مش عارفين نحفر مع طبعا. فجبنا له الفلوس بعديها بيومين، طلع المقبرة فعلا بعديها ما فيش بقى أسابيع. فالحمد لله، الحمد لله في طفرة، الحمد لله. احنا شفنا جيل رائع، جيل رائع ومشرف، والواحد فخور فعلا إن المصريين هم اللي بيلاقوا يعني أثرهم وكنوزهم، أو الكنوز طبعا خاصة بالبشرية كلها، ولكن على أرض مصر لازم تكون الأيدي المصرية يا فندم. والشغف اللي عندهم يعني دول أجدادنا، هم بيحفروا وهم بيدوروا. لا حاجة يعني الواحد لازم يكون أثري عشان
يشعر بيها، يحس بده طبعا، متعة عندهم لا تقدر بثمن، هي اللي بتخليهم ينزلوا تحت في البير. يا يعني دكتور مصطفى وزيري هو امين عام مجلس اعلى الاثار عنده بوسطة كل يوم اطنان، بعرف اليوم اللي راح فيه الصبح كشف من 5 الصبح ل 8 الصبح قبل المكتب بيجي شخص تاني خالص، يعني النهارده لقيت كذا وعملنا كذا، بيحبوا الاثار جدا طبعا، هي حياتهم. اللي اختار الاثار كعمل هو واحد عارف انه مش هيشتغل منصب يجيب له فلوس، هي عشق، فده اللي بيخليهم يقعدوا في البير اللي على ممكن 12 متر على مدار شهور تحت الارض. طب احنا شفنا النهارده في المؤتمر الصحفي كان في زي لغه الافلام كده بيقولوا ماستر سين، طبعا الماستر سين النهارده حياتك عارف طبعا لانك وضع السيناريو كله، يعني الماستر سين كان لقطه فتح التابوت وانه يتعمل له المسح او السكان قدام الناس كلها، دي لقطه غير مسبوقه سياده الوزير، يعني قولي الفكره جت ازاي لما وسببها ايه؟ 3 اكتوبر اللي فات لما شلنا غطاء التابوت التابوتين امام السفراء وامام الميديا، كله قال لنا ده عمره قد ايه، ده مات ازاي، طب ايديه جنبه ولا ايديه تحتيه، طب ده راجل ولا ست، طيب ده غني ولا فقير، طب يشتغل ايه. قلنا خلاص الكشف الجاي هنوري الناس قدامهم لايف اكس راي ونعرض على الشاشه الكبيره اللي قدامهم، والنتائج المبدئيه طبعا لسه محتاجين شغل كتير عليها عشان نوريهم احنا بنشتغل ازاي بعد كده. في عده رسائل، اول حاجه استجابه لطلب الجميع سواء من الاعلام الاجنبي او المصري او السفراء او كله عايز يطمن ويشوفها حاجه اكسايتنج فيها ترويج طبعا لان العالم كله هيبص عليها، وبنوري الناس احنا بنستخدم تكنولوجيا حديثه في العمل. وكمان انا خدت قرار، يمكن كنت بلاقي الحاجات كلها بتخش المخازن تترمي في المخازن، حضرتك عارف يعني التابوت ده لو دخل مخزن كم شهر بيحصل له ايه؟ للأسف الألوان تروح، للأسف لو المخزن مش معد جيدا مع رطوبة مع قد يترك بعض السنوات للأسف بنلاقي بعد كده الحالة مش ظريفة، لأن كمان هو تحت في منطقة جافة طول عمره تحت الأرض فمتحافظ عليه لما خرج لبيئة أخرى ما بينفعش. فإحنا خدنا قرار إن الحاجات دي كانت تتنقل المتاحف. هتروح فين؟ يعني مصير أو مستقر التوابيت يعني العدد أولا مستقرها فين، وفي مكان ليها كلها ولا لأ للعرض؟ إحنا هنعمل مش شرط كلها تعرض بس على الأقل تخش مخازن لائقة يتحافظ مجهزة. عليها مجهزة فهيروحوا بشكل أساسي المتحف الكبير والحضارة ومتحف التحرير اللي عيد ميلاده بكرة زي ما أنا قلت في كلمتي ومتحف العاصمة الجديدة المتحف الرائع اللي إحنا يعني بنشارك فيه، هيكون أولى الافتتاحات الرسمية في مدينة الثقافة والفنون الرائعة في العاصمة الجديدة، متحف فعلا جميل، وانا يا رب نقدر نخلصه في 2020 عشان يبقى في 2020 سنه الكورونا قدر زميلاتي وزملاء يفتتحوا جامع الفتح في يناير في عابدين، معبد اليهودي في الاسكندريه، اول متحف في الغردقه، هرم زوسر بعد 14 سنه ترميم، قصر بران، متحف شرم الشيخ، متحف كفر الشيخ، متحف المركبات الملكيه، متحف الحضاره المصريه، موكب المومياوات الملكيه، أول مصنع للمستنسخات الأثرية، المرحلة الأولى من الإمام الشافعي يوم الجمعة الجاية، ومتحف العاصمة. دي افتتاحات جد، دي بجد حصلت، دي يعني مش هنقول الخطة، دي حاجة حصلت. ده احنا لسه الأسبوع اللي فات 3 متاحف بس بيفتتحوا في نفس اللحظة يعني السيد الرئيس. والحقيقة إن كان في تصريح لحضرتك سيادة الوزير بتقول فيه إنه خلال الست سنوات اللي فاتت احنا افتتحنا ورممنا 17 متحف، انا مش يعني غير الثلاثه اللي فاتوا، غير الثلاثه اللي فاتوا كمان يبقوا 20، غير الثلاثه اللي هيتفتحوا لسه ان شاء الله السنه دي. طب انا مش عايز اعد بقى عشان الناس ما تحسدناش بس ده في الكورونا، ده في الكورونا كمان. طب كلمني عن ده، يعني الاهتمام بالمتاحف واضح ان هو غير مسبوق سياده الوزير، اسبابه ايه؟ احنا طول عمرنا زمان طبعا اكيد كان عندنا متاحف لكن دايما الفوكس او التركيز على المتحف المصري، لا احنا عندنا متاحف كتير وكلها على اعلى مستوى. متحف كفر الشيخ اتصرف عليه كام وهيجيب كام؟ اتصرف عليه 62 مليون جنيه. هل في سياح بيروحوا كفر الشيخ؟ لا. هيجيب لي فلوس كام؟ هيجيب زياره لاهالي كفر الشيخ بس دي لا تقدر بثمن. تقصد العائد المادي مش كل حاجه. متحف المركبات الملكيه صرفت عليه كام؟ 62 مليون جنيه او 63 مليون جنيه، هيجيب لي كام؟ مفيش توبيسات سياحه تعرف تروح هناك الا لما مثلث ماسبيرو يخلص ونقدر نعمله مدخل اخر، لكن وعي أثري مهم وبنية تحتية سياحية مهمة. إيه اللي حصل بعد تشرفي بالوزارة في 2016؟ كان عندي عرض على السيد رئيس الجمهورية، عرضت عليه مجموعة من المشروعات، كان يوم 4 يوم السبت المهندس شريف إسماعيل دولة رئيس مجلس الوزراء السابق اتصل بي
وقال لي تم التصديق على مبلغ 1,270,000,000 ليك للآثار عشان تخلص المتاحف اللي انت عرضتها على سيادة الرئيس من يومين. الفلوس جات لي، استأنفنا العمل كله نهاية 17 بداية 18، فكله بيتفتح دلوقتي. فلولا هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية وتوفير الدعم المادي ما كانش حد هيفتح حاجة. أصلية معادلة بسيطة، متحف موجود، ما فيش حاجة حصلت أكتر من اللي قبل كده إلا توفير الدعم المادي. خدنا الدعم المادي، بقت الكرة في ملعبنا. طب يا جماعة أنتوا كنتوا بتقولوا الأثار ما تشتغلش، ما فيش فلوس، جالكوا الفلوس وروني بقى. وفتحوا. لم أكن أتوقع إنهم هيقدروا يفتحوا 3 متاحف في نفس اللحظة. حضرتك عارف يعني نفس الفريق العلمي اللي بيحط بيرص الأثار هو شغال في 3 متاحف؟ اللي كانوا بيشتغلوا مع بعض دي ما افتكرش إن هي حصلت في أي دولة أخرى يعني. ممكن دولة أخرى بفلوسها تفتح 5 متاحف و10 متاحف في 10 مدن مختلفة بس مش بأثرها. بتستلف أثار من دول تانية. لكن إحنا الفكرة إن دي أثارك، أثار مصر. ونقدر نفتح 10 متاحف في نفس الوقت بأثرنا. وده التميز اللي عند مصر. أنا هسأل وزير السياحة كمان، يعني مش بس وزير الأثار لكن وزير السياحة كمان، إلى أي مدى برضو الاكتشافات اللي من النوع ده بتكون مؤثرة بالنسبة لنا؟ بتفرق إيه برا؟ يعني إحنا لسه أنا وأنا جاية كنت بتابع وبشوف على الإنترنت، فلقيت إنه الميديا العالمية مهتمة جدا بالكشف ده وباللي سبقه كمان. وزير الأثار أشرف على الكشف ووجه واختار الناس الكويسة واطمن ان كل حاجة سليمة وانهم ما يتسرقوش وانهم هيروحوا متحف ايه. ده وزير الاثار. كويس. وزير السياحة عمل. وزير السياحة هو اللي جاب السفرة، هو اللي جاب اكتر من 200 قناة اجنبية. هو اللي جاب الاعلام الاجنبي كله، هو اللي عمل الخيمة الشيك اللي حضرتك شفتيها الضخمة دي كلها، هو اللي عمل الديسبلاي، هو اللي عمل الاكس راي. ليه؟ عندي اسد لا يقدر بتمن في الاثار، عايز استغله في السياحه. فالنهارده يهيئ لي الحاجتين الحمد لله نجحوا، سواء الناحيه الاثريه او الناحيه السياحيه. احنا النهارده هنخش كل بيت في العالم ولمده ايام، الناس تتكلم على مصر، فالناس تشوف ايه ده، مصر فيها حياه، ده احنا قاعدين في بلدنا منعنا ننزل الشارع. احنا محبوسين في بلدنا، ده مصر، بصوا الشمس، بصوا. طبعا الكشف انا نقلته من مكانه، الخيمه مش عند الكشف، انا قلت الخيمه على بعد مئات الامتار، انا عملته عند سقاره عشان افكر الناس بسقاره. طب اتعاملت ازاي فعلا سيادة الوزير مع جائحة كورونا؟ واحنا الحمد لله زي ما حضرتك لسه كنت بتقول كنا بدأنا نشم نفسنا بشكل جام، يعني بشكل كويس جدا. اتعاملت ازاي مع جائحة كورونا، خصوصا انا تابعت تصريحات اخيرة يعني مؤخرا لسه قريب خالص لحضرتك تتكلم فيها انه من شهر يوليو لحد النهاردة وصلنا 400,000 سائح، وان شاء الله واحنا بنتكلم بيكونوا بيزيدوا يعني. لكن قولي اتعاملت ازاي مع الجائحة دي وانه تحافظ على سلامة السائحين وهم راجعين بلدهم كمان. 16 مارس احنا خدنا قرار تعليق الطيران إلى مصر اعتبارا من 19 مارس، فبالتالي وقفت السياحة لأن الطيران هو الطريقة الوحيدة اللي بيجي فيها السائحين، ومنعنا السياحة الداخلية لغاية 15 مايو. الستين يوم دول إحنا والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين قعدنا على الترابيزة نعمل ضابط. كنت بكلم وزير في العالم، ضابطك إيه؟ يقول لسه بنعملها. طب أنت عملت إيه؟ أخذ منه فكرة وده فكرة، هم يكلموني عملت إيه؟ مفيش كتالوج، مفيش حاجة نقلدها كلنا. فعملنا ضوابط جدة جدا، فتحنا السياحة الداخلية، كان إيدي على قلبي طبعا. فتحنا 15 مايو، لو كنت 16 مايو قريت في الجورنال إصابة 38 واحد في فندق كذا في البحر الأحمر كنت هتوقف، كنت دمرت السياحة الخارجية. فعملنا ضوابط، وهنا مش عايز أنسى حد، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، رئيس وزراء بلجنة الأزمات كان بيراجع معانا بند بند، وزير الإعلام إزاي نطلع الرسالة بشكل سليم، اشتغلنا كلنا، وزير الطيران عشان الطيران يتماشى مع مش عايز أنسى حد. فعلا كنا بنقعد بالليل لغاية 1 الصبح. وطلعتوا بنفسكم وقت كورونا، احنا حتى كأكسترا نيوز كنا موجودين معاكم، يعني حضرتك وزيرة الصحة ووزير الطيران، وطلعتوا بنفسكم ومشيتوا وسط السياح وطمنتوا الناس وتابعتوا. والله وتاني كان دكتور مصطفى مدبولي كان بيجتمع بيرأس الاجتماعات بيقرأ معانا إجراء في الأوتيلات وهنعمل إيه، وهنا نختلف، طب الدولة دي عملت كذا، طب دي نعمل كذا. فعملنا ضوابط جدة جدا، سمحت لنا نزود السياحة الداخلية 50% من 1 يونيو، تشجعنا 1/7 نجيب السياحة الخارجية. هنا بقى كنت فعلا طبعا يعني أنا قاعد ماسك تليفوني يوم 1/2/7 مش المصري، برا مصر أشوف الميديا بيقولوا في حد جرى له حاجة في مصر ولا لا. هي جرأة، بس جرأة محسوبة وده المهم. خدنا إجراءات قوية جدا. الناس زعلت مننا،
ليه 50% بس؟ ليه قافلين الجيمنازيوم؟ ليه قافلين الساونا؟ ليه قافلين الستيم؟ ليه قافلين المطاعم؟ مش ليه الافراح قافلينها؟ ليه زعلوا مننا جدا. يا جماعه بالراحه، ما احنا لو فتحنا كله، في دول فتحت 60 و70% وقفل تماما. احنا ما استعجلناش خالص، مشينا بالراحه جدا. كنا فريق عمل بجد، كل الوزراء بيقعدوا مع بعض، والاتحاد المصري والقطاع الخاص كان بيقعد معانا عشان يدينا خبرته. كنا بنذاكر كل دول العالم بتعمل ايه. فالحمد لله، الحمد لله. تجربه ناجحه جدا. السياحه الخارجيه من 1/7، الاعداد بسيطه، ما وصلناش 450,000 في 4 شهور ونص اهو، يعني بنتكلم في 100,000 في الشهر، رقم قليل جدا، 3,300 في اليوم متوسط. احسن ما نقفل تماما يعني. لا، واحسن من دول المنطقه كلها طبعاً. كله قافل طبعا، احنا مش قافلين. والاهم، ما حدش بيرجع يشتكينا. الناس عينا في مصر، مصر مهمله، مصر مش عارف فيش اجراءات. زعلوا مني في الاول اني قفلت اوتيلات كتير قوي، كنت بقفل اوتيلات على طول اول ما يجي لي مشكله، وبصراحه كنت بقفل اوتيلات على مشاكل صغيره بقفل على طول. ليه؟ كانت رساله الفتره دي ما فيهاش هزار، هتشتغل بجد انا مقدم المسؤوليه، وبحب اوجه لهم الشكر وكان مقدم المسؤوليه. احنا هنروح لفاصل، وست الوزير بعد الفاصل لسه معلش انا هستاذنك، هنكمل كلامنا عن المتحف المصري اللي في التحرير اللي خلاص عيد ميلاده الايام دي، يعني ايه الهديه اللي هتقدمها للمتحف المصري الكبير، وهنتكلم كمان عن المتحف الكبير، لان الناس كلها مش بس في الخارج، حتى المصريين احنا كلنا متشوقين ومستنيين، وناس عايزه تعرف امتى ان شاء الله يكون جاهز. فاسمح لي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. استنونا. رجعنا تاني لحضراتكم مستمرين في حوارنا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. سيادة الوزير، خلاص يعني الأيام دي عيد ميلاد المتحف المصري في التحرير، إيه الهدية اللي هتقدمها له؟ كل سنة وطيب، كل سنة وأحلى من اللي قبلها، وفعلا بيبقى أحلى من قبلها. يمكن دكتور زياد حواس كنا عاملين له حفل تكريم قريب في المتحف المصري بالتحرير، فعجبه جدا، قال لي الألوان بقت حلوة قوي، بنرجع له ألوانه القديمة تاني، بنحسن الإضاءة اللي فيه. النهاردة في مجموعة من التوابيت هتروح المتحف المصري بالتحرير، ودي الهدية اللي قدمناها له في عيد ميلاده. وعاملين معرض بعد بكرة يوم الثلاثاء إن شاء الله، احتفالا بذكرى عيد ميلاده، هنعمل معرض التوابيت اللي موجودة فيه، نوري نوع غني جدا. لما ترفعوا كفاءة واجهة متحف التحرير وحديقة متحف التحرير وأسوار متحف التحرير وميدان التحرير. ممتاز. فعشان كده عملنا المسلة والكباش اللي الناس كلها زهقت من منظرهم الصناديق. لا، هو الحين ميدان التحرير بقى حاجة أكتر من رائعة يعني. أوعد حضرتك إن شاء الله يعني في موكب عالمي بإذن الله. ده بقى اللي بنشتغل عليه بقى لنا سنتين. هيتنقلوا للمتحف في موكب عالمي. حضرتك هتلاقي الدنيا ظلمة خالص في الميدان، ومرة واحدة النور نور من ميدان التحرير، وحد خرج الكلمة، ثم تبدأ الناس تمشي، ثم العربيات تخرج بالمواكب بقى، وتشريفة يمين وشمال، وتشريفة ملكية بقى، 22 ملك بيتحركوا. بالظبط. لا مش عايز احرقها. بس ده الايفنت بقى اللي احنا يعني شغالين عليه للنهار دلوقتي. ده المفروض امتى يا سيادة الوزير؟ خلال اسابيع ان شاء الله. خلال اسابيع. طب شيء قليلة قليلة كمان. طب الحمد لله يبقى أسبوع اثنين مثلا. إن شاء الله يعني هنعلن عنه قريب، هتبقى إيفنت الناس كلها. قلت حاجة والناس ضحكت، يعني لما كنت عامله 27 نوفمبر كانت عامله الساعة 5:30 المغرب. إيش معنى؟ كنا اخترنا اليوم ده وآخر قبل الدنيا بتبقى برد قوي، و السبب يبدو بسيط لكنه مش بسيط، إن الأهلي والزمالك وصلوا نهائي أفريقيا. والاتحاد الأفريقي عمل الماتش يوم 27 مساء. فأنا خفت إن مجموعة من الناس، ودول طبعا كتير، هيحبوا يتفرجوا على الماتش. فخفت إنهم ما يشوفوش الإيفنت ده. فعايز الإيفنت ده لمصر كلها، هيبقى فيه رسالة توعوية، هنعرف الناس يعني مومية، مين الملوك اللي بيتحركوا في الشارع دول. هنوري جمال القاهرة بالطيارات وبالدرونز. هيبقى فيه توعية، هيبقى فيه سياحة، هنوري الناس جمال القاهرة بالليل، هنوريهم النيل بتاعنا شكله ايه. ايفنت كبير جدا ان شاء الله. بالنسبة للمتحف الكبير، طبعا احنا عارفين انه كان في جائحة كورونا وانه ده عطل الامور طبعا شوية، لكن الناس كلها نفسها تعرف امتى ان شاء الله يكون الافتتاح، ووصلنا لفين في الاستعدادات. المتحف الكبير ان شاء الله احنا في موكب المومياوات هنفتح متحف الحضارة، بعدها بأسابيع بسيطة متحف العاصمة. كده خلصنا، هنقعد بقى كلنا ايه نتفرغ. المتحف الكبير، المتحف الكبير ان شاء الله احنا نكون جاهزين باذن الله منتصف 2021. المتحف الكبير هندسيا ومعماريا واثريا وكهرباء وتامينا مشروع حلو قوي، وفي تفاصيل دقيقه قوي،
ولكن اللي عملوه فيه وحاجة تفرح بصراحة. ليه بنقول إن هو هدية مصر للعالم؟ وليه بنقول إن هو غير مسبوق يعني وسط كل متاحف العالم؟ إيه المختلف فيه؟ الجديد فيه؟ واحد مكانه جنب أهرامات الجيزة. اتنين البلان بتاعه وتصميمه على الأهرامات. تلاتة العمارة اللي مستخدمة فيه وبعض التفاصيل الهندسية اللي بعد أسمع اللي هو عاطف مفتاح بيبهرنا فيها، دي الوحيدة اللي في العالم، دي الوحيدة محدش دولة عرفت تعملها. أربعة بالمحتوى الأثري العظيم بتاعه. خمسة بمجموعة توت عنخ آمون كاملة لأول مرة. ستة بمعامل الترميم والمخازن بتاعته. سبعة بمنطقة الخدمات والترفيه اللي حواليه. متحف فريد ومش في مصر، في العالم كله. فإن شاء الله ده هيكون حاجة مبهرة. متحف الكبير لازم يتعمل حفلته بعد انتهاء الأثار الكورونا تماما، عشان احنا مش عايزين نخاطب نفسنا، احنا عايزين نوجه الدعوة لكبرى الشخصيات من العالم ان شاء الله بإذن الله. فالحمد لله يعني الفترة اللي فاتت كان فيها حاجات كتير، وفترة القليلة القادمة فيها حاجات كتير جدا. وده تاني عبء كبير جدا جدا على زميلاتي وزملائي في الوزارة اللي فعلا بيشتغلوا بطريقة عندهم حماس، هو اللي بيشحن لي البطارية وبيديني طاقة ان اشتغل يعني. طب خلينا نروح كمان للسياحة الدينية، وانا عارفة انكم في وزارة السياحة والاثار قدمتم مقترحات لقداسة البابا توادرس الثاني فيما يخص ملفين مهمين، وهم ترميم الاديرة وايضا رحلة او مسار رحلة العائلة المقدسة. ممكن تكلمنا عن يعني هذه المقترحات، وصلنا لايه فيها؟ مصر فيها الحظ والشرف ان مرت بها العائلة المقدسة اكتر من 3.5 سنين، من أول شمال سينا، الفارما، بلبيس، سخا، سمنود، وادي النطرون، القاهرة، المنيا، أسيوط، لفة في مصر كلها. محتاجة عشان السياح يروحوها يكون في بنية تحتية، يكون في طريق، يكون في مستشفيات على الطرق، طريق واسع يعدي أوتوبيسات، يكون في أوتيلات في الأماكن دي طبعاً. فوزارة التنمية المحلية مع وزارة السياحة والآثار مع المحافظات الثمانية اللي احنا اخترناهم رفعوا كفاءة الطرق واللوحات الإرشادية في المنطقة. احنا رممنا الأديرة، يمكن أنا شرفت أن أنا افتتحت كذا ترميم لآثار على مسار العائلة المقدسة. الكنيسة المصرية وبالضبط راهبات أديرة مصر القديمة عملوا فيلم رائع عن مسار العائلة المقدسة طوله 46 دقيقة. حضرت ممثل عن دولة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع اللي فات مع قداسة البابا نحضر اللانشينج بتاع الفيلم. وإحنا بقى كوزارة كمان كوزارة أثار كنت عامل ملفين، ملف تسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة اليونسكو، وأن هنا ملف بالكامل والآن هو قيد المراجعة في اليونسكو وفي الكنيسة المصرية. اتنين بنعمل ملف على تسجيل التراث غير المادي لليونسكو، عايزين نسجل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر حتى الآن. هايل. فدول ملفين احنا تقريبا واحد خلصناه والتاني قربنا احنا نخلصه ان شاء الله. ممتاز. هنسلمهم لقداسة البابا يراجعهم وبعدين نتقدم بشكل رسمي ان شاء الله. ممتاز. في كمان تعاون مع وزارة البيئة حسب ما كنا تابعنا سيادة الوزير، قول لنا وصلتوا لايه، يعني ايه شكل التعاون اللي ما بينكم وما بين وزارة البيئة فيما يخص السياحة البيئية؟ السياحة البيئية وبصراحة يمكن معالي وزيرة البيئة دكتور ياسمين اطلقت من شهر ونص، وكنت شرفت اني كنت معاها مبادرة ايكو توريزم محمية راس محمد في جنوب سيناء، وكانت معنا في سيوة من 10 أيام بالضبط فعلا. أطلقت حملة إيكو توريزم، وبصراحة يمكن رحت لها المكتب من كام يوم وشكرتها على المجهود السياحي اللي وزارة البيئة عاملاه. يعني عاملين أفلام وصور وسوشيال ميديا كامبين وبروشورز وعاملين شغل رائع، وإحنا بنشتغل مع بعض وهنمدي بروتوكول مع بعض إحنا يعني نشتغل بشكل أكبر، لأن عندنا 30 محمية في مصر. فالسائح عاوز يجي أوتيلات بمواصفات معينة، عاوز يجي في مناخ معين، عاوز يجي في حاجات صديقة للبيئة. فزيارة سيوة دي كانت إحدى التطبيقات العملية لما رحت أنا ومعالي وزيرة البيئة ومعالي وزيرة التعاون الدولي، عشان كنا بنفتتح في الوزارة تطوير منطقة شالي، قلعة شالي في سيوة، فافتتحناها. ثم كان معانا عدد كبير يمكن 25 أو 30 سفير عشان نوريهم جمال مصر في كل حتة. بيقولنا أنت كل حتة بتبهرونا، كل ما نروح الوادي الجديد، الواحات، سيوة، جنوب سيناء، سانت كاترين اللي بتتطور بشكل كبير دلوقتي دون المساس بعراقتها وبقدسيتها وبروحانيتها
وبتسجيلها على اليونسكو. دي مهمه جدا، الحرص على الطابع الاصلي للمكان اللي بيتم ترميمه طبعا. لا ده دير لازم نسيب كل الهدوء ومفيش بنا فيه ولا في حاجه خالص. احنا بنعمل ايه بقى؟ نرفع كفاءه المطار. من غير مطار هذيك تروحي سانت كاترين ازاي؟ حضرتك ازاي تعرفي تروحيها؟ هتضطري بالعربيه هتروحي ازاي؟ فاحنا عم بنرفع كفاءه المطار دلوقتي، واتوقع سانت كاترين سائحين كتير جدا هيحبوا يطلعوها من الاقصر رايح جاي في نفس اليوم، من الغردقه، من مرسى علم ان شاء الله. اخر حاجه هسال حياتك فيها، اذا كان في اي اكتشافات او مفاجات جديده ممكن نقولها للساده المشاهدين، او يعني ندي الساده المشاهدين فكره عنها في الفتره اللي جايه. حاجه سمعتيه في الكلمه النهارده بقول لهم، طب انا كنت هعمل، فاكر ان ده اخر حاجه مش هيبقى. لقيت الدكتور زاهي بيكلمني الخميس قال لي بقى اقول لك مفاجاه مش عارف حلوه ولا وحشه، انا لقيتك راح بعت لي الصور. قلت له دي فين دي؟ قال لي في سقاره. قلت له عند المكان. قال لي لا مش مكان ما بتشتغل، في حته ثانيه. فقلت له طب وحضرتك؟ قال لي بس انا محتاج كذا اسبوع اشتغل عليها بالراحه اكمل. فده غالبا يبقى اخر 2020 اول 21 ان شاء الله. هي احنا هنكمل في نفس المنطقه، عندنا افتتاحات كتير. اكتشافات دي طبعا ما فيش خطه اسمها خطه الاكتشافات، احنا بنشتغل قد نكتشف وقد لا نكتشف، والهدف من العمل ليس الاكتشاف، لان مجرد انك تعرفي ان ما فيش حاجه ده في قدر ذاته حاجه اضافه للعلم، ان عرفنا المكان ده ما فيهوش حاجه. فالعمل الاثري اللي يجب ان يكون منتظم، وده حلم حياتي. انا طول عمري كنت بشتغل في الاثار مع الأجانب، يعني أنا كنت بقعد على الترابيزة قصاد وزارة الآثار من الناحية التانية، كنت بقعد مع الفرنساويين، فكان دايما لي الشراكة. أقول لهم شراكة إزاي وأنتوا بتشتغلوا شهر بس في السنة؟ لما نكون عندنا أجازة وحنروح مصر، أو لما نكون إن الوقت مناسبنا إحنا، و 11 شهر موقع مقفول، دي مش شراكة. الشراكة إن الموقع يشتغل 12 شهر طبعاً، ويشتغل بوجود الفرنساوي أو من غير الفرنساوي. وده حلم حياتي، إن الموقع يشتغل 12 شهر في السنة ونفضل بشراكة مع الأجانب. أنا مش معترض، بس ما ينفعش الموقع يتقفل 11 شهر وأسبوع ويتفتح 21 يوم في السنة لما الأجنبي يكون الوقت مناسبه يجي يشتغل في الحتة دي في السنة. وده اللي بحاول أغيره، لكن طبعا هي قواعد راسخة بقالها قرنوي. فطبعا مجرد وجود المصريين معاهم على الساحة ده خطوة كويسة، خطوة كان بدأها طبعا دكتور زاهي، وكل دول تلامذة الدكتور زاهي، هو اللي علمهم هو اللي سفرهم برا. فمعايا ناس كويسة عايز استغلها، فعايز اشتغل معاه بيهم ومع الأجانب، بس شراكة، شراكة بجد، نشتغل مع بعض طول السنة مش لما الأجنبي يكون موجود، ودوري يكون شريك. شريك يعني بشارك معاه في كل حاجة، وحوصل لها إن شاء الله. هتوصل لها وبتوصل لها سيادة الوزير. والحقيقة احنا بنشكر حياتك جدا أولا على هذا الكشف الرائع، ومش بس هو اللي سبقه واللي هيجي بعده إن شاء الله. وبنشكر حياتك وكل العاملين طبعا في الوزارة، وزارة الآثار، وزارة السياحة كمان، بنشكرك جدا. وبشكرك أنك ما تأخرتش علينا لما طلبنا هذا الحوار النهاردة، رغم أنه يوم زحمة عليك، لكن اديتنا من وقتك. فأنا بشكر حياتك، وعمرك ما تتأخر على إكسترا نيوز. لا أنا سعيد جدا، وسعيد جدا. النهارده عدد الكاميرات كنت مبلغ ب 200 اعلامي لغايه امبارح، بس طبعا العدد زاد جدا، هشوفك عامل ازاي. ولكن تاني انا سعيد ان كل القنوات والجرايد المصريه كانت متواجده، وده مهم قوي، لان في ناس بسيطه من اهلنا دلوقتي بيسمعوا الحاجات دي، فعرفوا حاجات، وعرفوا حاجات عن بلدهم، وعرفوا انه ما فيش حاجه اسمها حفر في اي حته عشان ممكن اموت، وعشان ممكن يتقبض عليا، عشان الحاجات دي غلط. عرف، وده دور توعوي مهم جدا 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 جدا، ودور يشجع الناس تتحرك وتزور أثار بلدها. يعني أنا مخلي كل أثار مصر بخمسة جنيه وبعشرة جنيه للمصريين، تعالوا زوروا مصر، زوروا بلدكم. ليه الأجانب بس؟ والدليل النهاردة لما عملنا السياحة الداخلية بأسعار كويسة هي اللي شغلت الأوتيلات كلها في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. يعني أكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وألف مبروك مرة تانية. مرسي، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. ده كان حوارنا مع معالي وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في مواجهتنا. أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتوقف أمام جرائم محور الشر، تركيا وقطر وحليفتهم جماعة الإخوان الإرهابية. تقريبا وراء كل مؤامرة أو مخطط ضد العواصم العربية وخصوصا القاهرة، هنجد أن طرف أو أكثر من هؤلاء
الأعداء متورطون فيه. ورغم السجل الأسود للنظامين التركي والقطري في مختلف الملفات والقضايا، بيتم ضبط إعلام الإخوان متلبسا بالتطبيل طبعا والنفاق لإردوغان والتميم. هنتكلم بتوسع في هذه الجزئية وغيرها مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنزيل. أهلا بك أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا، منورنا. نورك. شكرا لك. طيب خلينا بس قبل ما نبدأ حوارنا مع حضرتك نروح لهذا الخبر العاجل. قال 5 دبلوماسيين إقليميين إن ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا مساء اليوم السبت في تصعيد كبير للصراع اللي بدأ قبل 11 يوم بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية. وقال 3 دبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة. ومع تعطل معظم الاتصالات في تيغراي وإريتريا لم تستطع وكالة رويترز التأكد من الضربات بشكل مستقل، ولم يتسنى على الفور الوصول إلى مسؤولين من الجانبين. ده كان خبر مهم وخبر عاجل طبعا نحن نقرأه على حضراتكم قبل ما نبدأ في حوارنا مع الأستاذ عبد الحليم منزيل. خلينا نبدأ من ملف التطبيل الحقيقة ومن مشهد يعني صارخ للنفاق اللي ما فيهوش أي نوع من حمرة الخجل يا أستاذ عبد الحليم من إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في التعامل مع نظام إردوغان الحقيقة اللي هو مليء بالانتهاكات ومليء بالأخطاء، ولكن هم بيغضوا الطرف عنه. مش بس كده، لا دول كمان بيحولوا السلبية إلى إيجابية بقدرة قادر. يعني هذا أمر طبيعي جدا، يعني بسبب بسيط، يعني يعني هذا إعلام إذا اعتبرناه إعلاما ينطق يعني بإرادة مموله وحامي، وببساطة هذا الإعلام وهذا أمر يعني فوق أن يناقش ممول قطريا ومحمي تركيا في سياق ما أشرت لي من قبل أنه جماعة الإخوان في آخر أطوارها تحولت إلى تتريك، يعني تحولت إلى جندرمة موالية إما الجيش التركي أو المخابرات التركية، وبالتالي إعلامها ببساطة لا بد أن يكون مواليا لأردوغان وليس لتركيا عموما، لأنه طبعا الوضع في تركيا الآن في السنوات الأخيرة وهذا أمر قابل للاستطراد في تدهور في الاقتصاد. طبعا أنا لا أغفل حجم الاقتصاد التركي، الاقتصاد التركي حجمه ضخم جدا وجرت عليه تطورات في 30 سنة الأخيرة، يمكن في نفس السنوات التي غابت فيها مصر الحقيقة، احنا سيبنا رجلنا من على السكة هم دخلوا على السكة، وهذا أمر يتعلق بالمأساة المصرية التي يعني توجد مظاهر على صحوة منها أو خروج منها في السنوات الأخيرة. لكن الحقيقة أنه اقتصاد تركي يعني متنوع وصناعي، أمر طبيعي جدا أنه في ظل هذا التطور حصل تدهور، كلما زاد استبداد أردوغان وفرديته كلما زاد التدهور في السياسة التركية الداخلية وفي الاقتصاد التركي. أمارات تدهور الاقتصاد التركي ظاهرة مع تسليم بكبر حجمه يعني وكبر حجم صادراته التي تصل إلى 170 مليار دولار سنويا. لدينا تدهور في معدل النمو السنوي، قبل سنوات قليلة ربما سنة 2017 كان الاقتصاد التركي يسجل معدل نمو كبير جدا وصل إلى 7%. الآن وخصوصا مع دخول جائحة كورونا وآثارها المدمرة على الخط معدل النمو بالسالب، في زيادة في معدل التضخم إلى 12%، في زيادة في معدل البطالة لفوق 15% ربما 17%، فيه أيضا أمارة تدهور العملة التركية اللي كانت منذ سنوات قليلة 3 ليرات تركية مقابل الدولار الواحد، الآن أصبحت 8.5 تقريبا ليرة تركية مقابل الدولار الواحد. بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده الإعلام الإخواني بيقول عكسه تماما يا أستاذ عبد الحليم. أنا بتكلم عن اللي بيقوله الإعلام التركي مش الإعلام الإخواني، هذا ليس إعلاما يعني هذا يعني دي أرادتية يعني القرد يعني إعلام قروض يعني بيلعب على إيقاع صاحبه. في حدث كبير جرى في تركيا في الفترة الأخيرة كل الدنيا تعرفه وكل الدنيا متوقفة عنده اللي هو استقالة بيرات البراق اللي هو صهر أردوغان الذي عينه وزيرا للمالية وقد عينه وزيرا للطاقة من قبل. هذا البراق لم يجد حتى وسيلة إعلام تركية وكلها مسيطر عليها من قبل جماعة أردوغان تنشر استقالته فنشرها على الإنستجرام.
ولم يعلم الناس بالاستقالة إلا لما الرئاسة التركية طلعت بيان وقالت إنها قبلت استقالة وزير المالية، وأقيل في نفس الوقت محافظ البنك المركزي التركي. وبدأ إدروجان يفتش في دفاتره القديمة عن رجال يصلحون أكتر لإدارة الشؤون المالية والنقدية. وهنا إقالته يعني إقالته ببساطة تعني إنه في تدهور ومحاولة للخلاص من هذا التدهور. جذر التدهور إن أردوغان نفسه بيتدخل في السياسة النقدية، يتبنى فكرة إنه زيادة أسعار الفائدة تؤدي للتضخم، بينما مع خفض أسعار الفائدة زاد التضخم. فهناك وهناك مظاهر أخرى بالفيديو يعني، منها المظهر الشهير بتاع اشربوا شاي بقى مش لاقيين ناكل اطلع على طريقة ماري أنطوانيت وكده. فيعني ما فيش شيء، فيش هذا شيء مسلم به، لأن تركيا مش موجودة في نفق تحت الأرض، موجودة في قلب الميديا العالمية، وما لا ينشر في تركيا ينشر خارج. اثنين، محاولات اردوغان للقفز على الأزمة الداخلية لاستعادة شعبيته المنحدرة بالغزوات خارج الحدود، وكلها غزوات ممولة قطرية في محاولة. وطبعا من المعلوم ان قطر قدمت لتركيا في ما لا يقل عن 40 مليار دولار في الفترة الأخيرة، سواء للجم تدهور العملة التركية او لمساندة تركيا. في آخر الغزوات بدأ في الأيام الأخيرة أن أردوغان منتعش بسبب ما تحقق في منطقة ناجورني كاراباخ من تقدم قوات أذربيجان على قوات أرمينيا. بالمناسبة ودون توسع في موضوع ناجورني كاراباخ، ناجورني كاراباخ جغرافيا ضمن أراضي أذربيجان، ومن تشقق من ما بعد الاتحاد السوفيتي نشأت هذه المشكلة بسبب عمليات النقل السكاني التي أقدم عليها ستالين في عز الدولة السوفيتية. ومن ثم فإنه انتصار أذربيجان على أرمينيا يبدو قريبا من الطبيعة، لأن أذربيجان عدد سكانها فوق 11 مليون وأرمينيا 3 ملايين، وجيش أذربيجان في التصنيف الدولي 64 رقم 64 وجيش أرمينيا رقم 111 أو 112، فأمر طبيعي. الذي لا يبرزه الإعلام التركي الحقيقة أو إعلام أردوغان انه من يساند جيش اذربيجان اضافه لاردوغان؟ اسرائيل. اسرائيل هي الطرف الاساسي الذي يزود جيش اذربيجان بالسلاح المتطور لنكايه في ايران المجاور. فهنا هذه جزئيه يجب ان تتضح. الجزئيه الاخرى التي يجب ان تتضح وتتعلق بالمستقبل القريب، انه بعد التغير في الاداره الامريكيه من ترامب الى بايدن، بايدن قال بالنص في حوار تلفزيوني أننا سوف نساعد المعارضة التركية على التخلص من أردوغان. تركيا كما هو معروف جزء من حلف الأطلنطي، في مشاكل في السنوات الأخيرة، مشاكل من أول شراء S-400 من روسيا أو المشروع الخاص F-35، وقد حمى ترامب أردوغان من العقوبات لدرجة أنه وقع عليه عقوبات أثناء غزو شمال سوريا استمرت أسبوعا واحدا. فقدوم بايدن عكس ما يروج ما يسمى إعلام الإخوان أو كذا، قدوم بايدن نكبة بالنسبة لإردوغان. لأن بايدن سوف يلجأ إلى ترميم الشقوق في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. تمام. يعني بوضوح أكتر في النزاع الموجود في بحر إيجا أو البحر المتوسط في شرق المتوسط بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى. صحيح. سوف ينتصر للاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مما يعني انه فرص اردوغان في البقاء بينشا حتى متغير خارجي. والذي يلحظ التصريحات التركيه الرسميه يلحظ انه خلوصي اكار قال بالنص قبل يومين اننا سوف نسعى الى التفاهم مع الامريكيين على موضوع S-400 وموضوع F-35. فبالجمله هذا الاعلام اللي تسمونه الاعلام الاخواني هو فرع من اداره اعلام اردوغان، وامر طبيعي ان يقول ذلك، لانه لو لم يقل ذلك ما كان جزءا من الجيش التركي او المخابرات التركيه تحت امره اردوغان. كويس، خلينا نروح للي قاله علي باباجان رئيس حزب الديمقراطيه والتقدم التركي لما اتكلم عن اردوغان وانتقده وقال ان تركيا اكبر من مجرد شخص واحد، شايف ازاي هذا التصريح لعلي باباجان؟ علي باباجان للايضاح للاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات كان أفضل وزراء اقتصاد في الفترة الأولى، لأن دايما بقسم فترة أردوغان 18 سنة إلى عشرية الصعود الأولى لحد من 2002 ل 2012، ثم عشرية الهبوط التي نحن فيها.
فاللي هي الممتدة ل 2023 اللي هو الموعد الرسمي لنهاية رئاسة أردوغان. طبعا المعارضة التركية عموما منها علي باباجان وأحمد داود أوغلو والمعارضة الأصلية حزب الشعب الجمهوري أو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أساسا بتسعى لانتخابات مبكرة سواء كانت انتخابات برلمان أو انتخابات رئاسة استثمارا لظروف التدهور المتزايد لشعبية أردوغان في الداخل، لأن غزواته الخارجية لا تبدو واسعة الأثر في استرداد شعبيته. فعلي باباجان الذي كان في لحظة صعود أردوغان هو عنصر جوهري زي بالضبط فتح الله جولين المقيم في بنسلفانيا في أمريكا اللي هو بيعتبره أردوغان عنوان الشر الذي ساعد أردوغان في الصعود إلى السلطة وفي النجاح خلال عشرته الأولى وفي النجاح الاقتصادي بالذات. الاقتصاد التركي شديد الارتباط سواء باقتصاد الدول الأوروبية لأنه هو عضو في المجلس الأوروبي أو بالاقتصاد الأمريكي، ومن ثم الخدمات التي قدمها ترامب من نوع إنقاذ أردوغان نفسه من مشكلة بنك خلق وغيره وغسل الأموال وغيره لن يكون متاحا بعد الآن. قد يقول قائل إن بايدن نفسه له تصريحات ضد عدد من النظم العربية أو ضد السياسة أو ضد حتى بعض مظاهر السياسة المصرية، قد يقول قائل، لكن الإنصاف يجب أن نلاحظ شيئا لا يثار عادة في التحليلات الجارية. المزاج المصري، مزاج الشعب المصري، مصر مرت بمراحل، منها مراحل علاقات سيئة مع أمريكا ومنها مراحل علاقات وصفت بالعلاقة الخاصة مع أمريكا قبل أن تعود مصر إلى استقلالها في السنوات الأخيرة أو تكسب مزيد من استقلال. استقلالها يعني أن يصنع القرار في القاهرة لا في واشنطن. طيب المزاج المصري الشعبي يموج بالعداء للسياسة الأمريكية أكثر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النظام المصري الذي يقع في مشكلة مع الإدارة الأمريكية يكسب شعبية مضافة، بينما المزاج التركي مختلف لأنه مبني أساسا على استخدام تركيا لعشرات السنوات قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كجزء من النطاق الحديدي حول الاتحاد السوفيتي ثم حول الصين. فالفكرة مختلفة تماما يعني اللي عادي أمريكا في مصر بيكسب شعبية واللي تحبه أمريكا بينزل في عين الشعب المصري. تمام. طيب عايزة أتوقف كمان أستاذ عبد الحليم أمام ما قاله بقى الكاتب التركي المعروف جمال حسن عن أردوغان بأنه هو السبب الأول للمشاكل أو أنه هو المشكلة الأولى تحديدا في البلاد وليس شخصا آخر. لا هو طبعا هو العقبة الرئيسية في التطور التركي الآن، لأن التطور التركي كان قايم على فكرة أن احنا بنكون دولة تبدو مستحيلة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية اللي هي قومية الأناضول، وهي دولة تنطوي على تناقضات داخلية يعني فيها 25% أكراد كانوا يسميهم أتاتورك مؤسس الدولة الحالية أتراك الجبال، وفيها وفيها العلويون وغير العلويين، فهي دولة غير متناسقة في نسيجها الاجتماعي يعني بنيت بالضغط تحت درجة غليان عالية جدا لدرجة فأردوغان في فترة صعوده الأول حاول التسامح مع الآخرين من غير الأتراك سواء كانوا أكراد أو علويين أو غيرهم. في دورة الهبوط لما استبدت به أوهام إعادة الخلافة العثمانية جنوبا لأن إعادة الخلافة العثمانية شمالا هذا أمر يعود إلى فترة ترجت أوزال اللي هي احتواء جمهوريات آسيا الوسطى المتخلفة عن سقوط الاتحاد السوفيتي أو انهيار الاتحاد السوفيتي. ترجت أوزال اتبع السياسة العثمانية شمالا، هو يعني يتبعها جنوبا إلى المنطقة العربية والمشرق العربي والمنطقة بعامة مشرقا ومغربا. فهنا كمان لو أضفنا أنه حتى مغامرات أردوغان التي تبدو بلا صوت لدينا كافي لأننا لسنا في حالة اندماج مع حالة آسيا الوسطى، إنما في منطقتنا القرار واحد من السياسة المصرية اللي هو قرار خط الأحمر وضع حدا نهائيا للمغامرة التركية في ليبيا، لدرجة أنه الآن العالم كله بيتكلم عن تسوية تبدو متعثرة، هذا صحيح أنا أسلم بذلك، لكن كمان الذين يقفون ضد هذه التسوية ويحسون أنها ضد مصالحهم هم تركيا وقطر. وطبعا كان من المفارقات الطريفة أن قطر عقد اتفاق دفاعي مع الجيش الليبي، يعني أنا مش فاهم إيه، أفهم أن تركيا لما تعقد اتفاق دفاعي أو أمني مع ليبيا لديها ما تقدمه لأنصارها في ليبيا سواء من الإخوان أو من غير الإخوان، لكن قطر عندها ايه يعني وهي اصلا موجوده استنادا لحمايه القاعدتين الامريكيتين والقاعدتين التركيتين في قلب قطر.
فمن هنا تبدو الطرق مسدوده امام سواء الطرق الداخليه تعثر وتراجع السياسه والاقتصاد وعلو كعب المعارضه وزياده واتساع نطاقها، وطبعا توحش اردوغان في فكره الاعتقال في اكثر من 100,000 معتقل، وفي لدرجه ان في تصريح لسياسي تركي دلوقتي بيقول لك هيضيف 39 سجنا جديدا، وانه عدد المساجين قد عدد سكان 27 محافظه تركيه. يعني في مشكله كبيره جدا متضخمه، خاصه مع اللجوء الى مئات الالاف يتزايدون باستمرار يفصلون من وظائفهم من النخب التركيه، من اول نخب الجيش لنخب الشرطه لنخب القضاء لنخب اساتذه النخب الاكاديميه الجامعات، اضافه للتضييق للاعلام لانه تركيا معروفه بانها اكبر سجن للصحفيين في العالم كله. طيب برضو يعني انا عايزه اتوقف لان التصريحات كتيره الايام دي. عندنا برضو نائب او عندهم نائب معارض في تركيا بيصرح وقال لاردوغان ادارتك نهبت تركيا. طبعا. الى اي مدى فعلا اصبح فساد اردوغان ورجال اردوغان مفضوحا للاتراك يا استاذ عبد الحليم؟ اول ابنه بلال لحد بناته، تعرف في بنته اسراء متجوزه البراق ده اللي هو كان بيعد لكي يكون خليفه لاردوغان، في بنت تانية متجوزه متزوجه من سلجوق برقدار اللي هو ماسك تقريبا اغلب الصناعات الدفاعيه، فعائله اردوغان ونفوذها وثرواتها بتتضخم جدا في تركيا. وميله الاستعراضي او يعني فكره، انت عارفه الفكره العثمانيه عن الاسلام هي فكره لها خصائص مهمه جدا، اللي هي فكره ان انا ممكن اقتل اهلي واولادي واصحابي وكذا واسرق واعمل وكل حاجه، بس في الاخر اعمل جامع وإشاني وبتاع ويبقى جامع ضخم جدا ومحدش يصلي فيه. فلذلك هو نشر آلاف مؤلفة من الجوامع التي لا يدخلها أحد. يعني هي دي المشكلة اللي هي المظهر. والحقيقة فهي ده نمط خاص بالخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية. وجذره هو غربة اللغة. إن هم بيتكلموا عن دين مكتوب نصوصه الأصلية باللغة العربية سواء القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة. ومن ثم فدائما في وسيط. ففكرة وجود وسيط دي بتغري برشوة الوسيط لكي يقدم فتاوى ملائمة لواقع الحال. فواقع الحال في تركيا على سبيل المثال إذا نحن تحدثنا عن مدى ملائمة النظام القانوني وعلاقته بالشريعة، لا علاقة من أي نوع تربط النظام القانوني في تركيا بالشريعة التي يصلح بها أردوغان. مش هتكلم عن الدعارة والغير دعارة. يعني الفكرة الأساسية أن ما فيش أي علاقة تشريعية. فهنا الـ يعني هذا التناقض وهذه الحالة المتضخمة ذاتيا المتضخمة ماليا، أردوغان من أصول فقيرة جدا في الأصل، يعني دلوقتي أصبحت العائلة كلها من المليونيرات ربما من المليارديرات من جراء تحكم أردوغان في السلطة والبقاء الطويل في السلطة. والسلطة حين تستقر لكل هذا الوقت سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. طبعا. طب أنا عايز أنتقل كمان للحليف الآخر أو المحور الثاني في الشر وهو قطر الحقيقة، وتحديدا في بريطانيا هناك عدد من الدعاوى القضائية بتطارد نظام تميم في قطر بسبب دعمهم للإرهاب، دعاوى قضائية خاصة بدعم الإرهاب يا أستاذ عبد الحليم. قل لي هو في عايزك تكلمنا عن علاقة نظام تميم بالإرهاب في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا كمان بشكل خاص. طيب خلينا نقول اولا في دعوه قضائيه، في دعوه قضائيه امام القضاء البريطاني، لان بريطانيا في النهايه باعتبارها كانت محتله اغلب المنطقه فهي الموئل الطبيعي لامراء الخليج او غير الخليج، ليس قطر وحده، فمن ثم بتتكاثر الدعاوى على هذه الخلفيه. يعني في حالات زواج وحالات طلاق وحالات فساد وحالات استغلال نفوذ وحالات، يعني اللي هي فكرة العربي ده اللي هو مليان فلوس وجاي يعني يستولى على بريطانيا أو يشتريها أو يستثمر فيها أو كذا. قطر طبعا ضمن هذا سياق هذه الظاهرة، وطبعا في دعوة قضائية من أنواع مختلفة. يعني في دعوة قضائية من 2008 ما زالت دعوة بنك باركليز حين قدم حمد بن جاسم استثمارات لإنقاذ البنك. هنروح لبنك باركليز بس الأول القضايا ودعوة حتى متعلقة بسائق في السفارة
القطرية، ودعوة ثالثة متعلقة بسكرتيرة في السفارة القطرية تعرضت للتحرش، بريطانية الجنسية تعرضت لإرهاب. لكن خلينا نبدأ بالإرهاب يا أستاذ عبد الحليم. بالنسبة للإرهاب أولا، من الأشياء الثابتة جدا التي لا تحتاج إلى تأكيد هي علاقة قطر بجبهة النصر. يعني في عديد من المواقف، انت عارفة طبعا الحرب السورية تمت على مراحل، فكان حول دمشق وعند الحدود مع لبنان تمت أكثر من مبادلات ومقايضات، مبادلة ومقايضة مع جبهة النصرة بين قوات النظام التي تدعمها روسيا من سبتمبر 2015 إلى الآن، وبين ده كان الوسيط في كل هذه العمليات هو قطر. الوسيط المعلن مش الوسيط الخفي. ليه وسيط معلن؟ لأنه الحقيقة عدد من دول الخليج كان بتتعهد بالرعاية التمويلية الضخمة، عديد من المنظمات السلفية الجهادية من الإخوان إلى النصرة إلى جيش الإسلام إلى غيره. الآخرون انسحبوا بينما ظلت قطر وحدها في الميدان، خاصة بعد التحولات اللي جرت على الجغرافيا السورية وانسحاب هذه المعارضة شمالا والتحامها جغرافيا وسياسيا بالتركية وسياسة تركيا. ومن هنا تركيا ليست لديها هذه الأموال لتدفعها، قطر لديها خزائن الأرض، لديها فوائد مالية هائلة وتدفع بالمليارات. ففكرة علاقة جبهة قطر بجبهة النصرة وبغير جبهة النصرة هي علاقة ثابتة مؤكدة مؤطرة. اثنين، الدعوة المرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا الآن تتعلق بعدد من السوريين تأذوا بسبب أعمال جبهة النصرة، بعضهم كان مقيم في هولندا وبعضهم مقيم في بريطانيا. استقرت الدعوة لأن في ثمانية من السوريين رافعين هذه الدعوة بيتهموا فيها بنك الدوحة القطري بتمويل جبهة النصر. رأيي ببساطة أنه قد يصعب إيجاد صلة بين بنك الدوحة وتمويل جبهة النصر. ليه؟ لأنه أعمال المخابرات لا تتم بهذه السذاجة، مش هيصرفوا من بنك رسمي شيكات لجبهة النصر. طبعا جبهة النصر اسمها الآن هيئة فتح الشام أو جبهة فتح الشام، غيرت اسمها أكثر من مرة، وهي دوليا مسجلة على أساس أنها منظمة إرهابية في تقرير الأمم المتحدة. فهنا العلاقة مؤكدة، لكن الضغوط التي تحدثت عنها الجارديان من نوع الضغط على الشهود ضغط كذا هي أثمرت حتى الآن. يعني في ثمانية بو أربعة، في أربعة انسحبوا من هذه الضغوط، الضغوط اللي بتبدأ بالرشا أو وتنتهي بتهديد الحياة على طريقة العصابات الجريمة المنظمة. طيب أنا عايزة أروح برضو بمناسبة الحديث عن بريطانيا لملف مؤسسة قرطبة اللي بيديرها العراقي أنس التكريتي، والحقيقة أنه هذه المؤسسة أيضا متورطة في دعم الإرهاب ومتورطة كمان تحديدا يعني في توجهات إرهابية داخل المملكة المتحدة. كلمنا أكتر عن قبل مؤسسة. قبل أيام كان رئيس الجهاز المخابرات الخارجية البريطانية MI6 في زيارة القاهرة، والتقى الرئيس سيسي ومعه رئيس المخابرات المصرية. الحقيقة يعني من تحصيل الحاصل أن نقول أن بريطانيا هي فردوس الإخوان، جنة الإخوان تاريخي، وهذا أمر له أصول تاريخية طويلة، من أول الدعم الذي قدمته بريطانيا لحسن البنا وصولا إلى الآن، مرورا بفترة صدام الإخوان مع عبد الناصر وما تحدثنا عنه من قبل، مما كشفته هيئة البزاعة البريطانية بي بي سي، هيئة البزاعة البريطانية نفسها، من أنه وصل عمق وحميمية العلاقة إلى أن المخابرات البريطانية كانت تكتب بيانات الصادرة باسم الإخوان ضد عبد الناصر سواء في حرب اليمن أو في غيره. يعني الأمر في علاقة فراش إنجاز التعبير، يعني في علاقة حميمية جدا. وصل الأمر إلى أنه دلوقتي لأول مرة مرشد الإخوان أو القائم بأعمال مرشد الإخوان يكون من تابعي المخابرات البريطانية مباشرة، همزة الوصل المباشرة اللي هو إبراهيم منير. في بريطانيا أنس التكريتي يرأس مؤسسة اسمها قرطبة لحوار الثقافات أو كذا. أنس التكريتي مين؟ ابن أسامة التكريتي. أسامة التكريتي كان زعيم ما يسمى الحزب الإسلامي العراقي اللي هو فرع جماعة الإخوان في العراق، تولى هذا الموقع سنة 2005، خلفوا آخرون الآن. اثنين، أنس التكريتي مرتبط بالهيئة الأهم في بريطانيا، هيئة الإخوان الأهم، اسمها الجمعية الإسلامية البريطانية، أنشاها عزام التميمي وآخرون، وأنس التكريتي ترأسها لبعض الوقت، وحين تركها مين مسكها؟ أخته رغد التكريتي.
فهنا الفكرة عن الوجود النظامي المؤسسي الواسع النطاق المرتبط بعشرات الجمعيات تحت أقنعة مختلفة خيرية أو ثقافية أو غيرها للإخوان في بريطانيا. طبعا أنا سكرتيري في شهادة أمام مجلس العموم البريطاني سنة 2016 حين كانت أمر ديفيد كاميرون بإعداد تقرير عن هوية جماعة الإخوان، وجاء التقرير مائعا حاول الإمساك بالعصا من المنتصف، قال إن جماعة الإخوان ككل ليست إرهابية بس فيها بعض الفروع الإرهابية. أنا سكرتيري تحدث أمام مجلس العموم، سؤل مباشرة أنت عضو في جماعة الإخوان؟ قال لهم على الطريقة المصرية اللي إحنا كلنا عارفينها، اللي هي رغم أنه عراقي بس ده طبعا نمط ستايل، يعني أنا مش إخوان بس بحترمهم. الإخوان، شوف الجرأة في التجاوز الحقائق بنصه، أهم صوت ديمقراطي في الدفاع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان في المنطقة، هذا نصه. فالفكرة الأساسية أن أنت مش بصدد نشاط ناتئ، يعني ماشي على جنب، لأنه العناصر الأساسية فيه سواء أنا ستكريتي من جهة، هو طبعا يقول أنه مواطن بريطاني ويفخر بجنسيته البريطانية وكذا، ويكون أنه هو عراقي في الأصل دي مسألة لا تعني شيئا وهكذا. الشخص الثاني اللي هو التميمي هو العنصر المحوري في عمليات تمويل الوسيط ما بين قطر وما بين ما نسميه قنوات الإخوان مكملين ومؤثرين ومش عارف إيه وكلام ده. وفي نفس هو الآمر، هو إمبراطور، يعني من يغضب عليه ينفى ومن يرضى عنه يعني يصل إلى أن يكون مليونيرا أو ملياردير. فإحنا هنا هذا أمر يدخلنا لفكرة جدية أوروبا عموما في العمل ضد ما تسميه منظمات الإسلام السياسي. أنا لا أوافق على هذا التعبير، لكن ضد الإخوان تحديدا أنا لا أظن أنه هناك جدية إلى الآن، لسبب بسيط هو أنه صحيح أن السلطات المصرية بتتواصل، لكن هم يرون الأمر من زاوية أخرى تاريخية تتعلق بارتباط المخابرات البريطانية الذي نقلته للمخابرات الأمريكية ونقلته لمخابرات العيون الخمس اللي هي أمريكا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا. مخابرات البريطانية تعد بيت خبرة في عالم الإخوان وفي اجتذاب الإخوان وفي مساندة الإخوان، ولهذا قلت في أول تعليق أن بريطانيا هي جنة الإخوان. كويس، خلينا نروح بقى لمحور آخر وهو الجزئية الخاصة بالتعاون بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط. شايف إزاي هذا التعاون الثلاثي وأهميته يا أستاذ عبد الحميد؟ هذا التعاون طبعا له تاريخ قريب جدا من سنوات، اللي هو التعاون الثلاثي مصر قبرص اليونان. بادرت إليه مصر، مصر بادرت وكسبت فكرة منظمة غاز شرق المتوسط ومشروعات لا زالت قيد الإعداد، اللي هي فكرة نقل الغاز القبرصي بالذات إلى مصر في محطتي لتسييله في محطة دمياط أو محطة إيدكو. وطبعا في نزاع وفي صراع داخلي حتى داخل المنظمة، لأن إسرائيل تريد أيضا اللي هو تعمل أنابيب تحت خط أنابيب تحت الماء ميدستين، فهنا الميد إيست. فهنا التوقيت مهم جدا. صحيح انه استطراد لاهتمامات مشتركه من قبل ذات ضابع اقتصادي يتعلق بموضوع الطاقه وثروات البحر المتوسط وكيفيه استثمارها وتعظيم استثمارها، وان مصر تقوم بدور رئيسي ليدنج قائد في عمليه الطاقه في شرق المتوسط، لكن كمان بيتضمن اشياء اخرى. لعل التصريح المنير في زيارة الرئيس السيسي التي امتدت يعني لوقت، يعني ليس الرئيس السيسي معتادا على زيارات ممتدة الوقت من هذا ومن هنا المغزى، قال رئيس الوزراء اليوناني الحالي كيرياكوس ميتساكيس، قال تصريح مهم جدا، قال مصر حليف كبير لأوروبا، وهذا له علاقة بمجريات الآن مع تغير الإدارة الأمريكية ومع التحول إلى إعادة التضامن بين واشنطن وبين الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك السلبي شديد السلبية على تركيا. صحيح أن القادة يصرحون عادة بأنه هذا موقف دفاعي، إحنا لسنا موجها ضد أحد، بس مفهوم يعني هذه لغة يعني دبلوماسية معتادة. يعني الشيء الذي أود أن أضيفه في النهاية أنه إحنا علاقتنا باليونان
قادمة طبعاً وحديثة وجالية يونانية وفي جالية مصرية كبيرة، كل هذا الكلام في محله تماماً. لكن الأهم من ذلك أن نتعظ من مجرى طبيعة العلاقات. طبعاً. اليونان كما معروف إحنا كسبنا من هذه العلاقة أن حصلنا على ترسيم عادل كانت تطلبه مصر خلال فترات 10 سنوات للحدود البحرية بين مصر واليونان. قسمنا الجرف القاري لتكريت وجزيرة رودس، لكن كمان أما بشوف التبادل التجاري بين مصر واليونان، اليونان اللي هي 10 ملايين ومصر اللي هي 10 ملايين فوق 100، بدأ اكتشف ان هو قرابة مليارات دولار في السنة، وان الصادرات المصرية بالكاد 500 مليار دولار. هذا يعني ببساطة ان احنا محتاجين نلتفت اكتر للاقتصاد الانتاجي وللتصنيع الشامل في جوار الاقتصاد الانتاجي، انما يبقى هذا التحرك في هذا التوقيت جزءا من الحركة الاستباقية للسياسة المصرية. طيب. الحركة الواعية بتطورات المنطقة المحتملة في القرية. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد الحليم قنديل، شرفتنا واشوفك ان شاء الله في مواجهة جديدة. شكرا لحضرتك. قبل بس ما اسيبكم اقول لكم هذا الخبر، ارسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الاسبق امادو توماني توري، عبر خلالها سيادته وبالانابة عن الشعب المصري عن خالص التعازي الى الشعب المالي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس الاسبق امادو توري، الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها، وأن مصر لن تنسى جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وأشوفكم إن شاء الله بكرة في مواجهة جديدة. تصبحوا على خير.